صباح اليوم 10 كانون الثاني، برحب فيكم مشاهدينا وما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل انحاء العالم. بحلقة اليوم من صباح اليوم رح تكون معنا الفقرات التالية: برج اليوم مع جمانة وهبة، وضع الطرقات اليوم مع غرفة عمليات التحكم المروري، لنعرف أكثر عن حماية حسابنا مع طانيوس أبي سعد مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، من هون وهونيك مع الخبير الرياضي إبراهيم وهبة، المعلومات المغلوطة بمشغلات مع ساندرا فواز، لنعرف أكثر عن حملتهم معنا رئيس جمعية بيتنا بيتك مارون كرم، بالقانون مع المحامي أشرف الموسوي لنحكي عن مدى مفعيل المحضر 401 المعطوف على المادة 770 عقوبات بخصوص الكوفيد 19. اسمع مني مع دكتور سابين كرم لنحكي عن غسيل الكلى وفيروس كورونا. يومية ثورة مع الناشط السياسي مارك دو، ضيف اليوم نائب الصيادلي بلبنان غسان الأمين. أما آخر الأخبار وتحليلات الصحف والحدث مع زميلي كاترين حنا. صباح الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا، ان شاء الله يكون نهاركم هيك دافي بهالشمسات الحلوين مع انه شوي شتويه ملخبطه السنه، ويكون امن داخل بيوتكم حتى كلنا هيك نقطع هالمرحله الصعبه كثير اللي عم يمرق فيها البلد. حابه احكي شوي عن مثل العاده عن الموضوع اللي مسيطر على عقولنا وعلى عقول البشريه كلها واللي هو فيروس كورونا. كورونا منه عيب، يعني منه وصمة عار ومنه شيء لازم نستحي فيه أو شيء مش لازم نقول عنه. يعني اللي بينصاب بكورونا منه حدا لازم هيك ينحط على جنب ومثل كأنه عمل شيء جريمة قتل. هيدا فيروس معرض الواحد حتى هو وقاعد ببيته لأسخف الأسباب أنه يلقطه. يعني نحن عم نجرب بالقعدة بالبيت to prevent أو نتوقع أنه الإصابات تخف، بس هيدا ما بيعني أنه إذا حدا نصاب يصير مثل أنه حدا منبوز، لأنه مثل ما ملاحظين الفيروس انتشر وانتشر بقوة بالبلد وصار وين ما كان. طبعاً الأسباب انتشاره عديدة، منها عدم المسؤولية بالدولة اللبنانية وعدم مسؤولية الناس اللبنانية. خلينا يعني حلينا نحط الحق علينا كمان بكتير أمور، إنه مثل مبارح شفنا كتير ريبورتاجات على عدة محطات على الناس اللي عم تتشمس بالبحر. هلأ غير إنه ممكن تاخدوا صفقة هواء من مشي يعني وتعملوا بنمونية أو برونشيت والمستشفيات مليانة، كمان في احتمال كبير للإصابة بكورونا. يعني ما بعرف بأي لغة البشرية لازم تتوجه لألكن ونحكيكن ونقلكن إنه القصة كبرانة كتير، المستشفيات انتلت. يعني إذا وجعكن راسكن أو صار معكن زايدة ما في محل لننزل، أو إذا بدنا ننزل المستشفيات صارت بؤرة كورونا، فالأزبط إنه نبتعد عنها. ما بعرف ليش مصرين إنه تتصرفوا كأنه ما في شي صار. وزارة الصحة عم تشتغل، خلونا نكون يعني منصفين، وعم بتعلي الصوت بظل هالسيستام المخرب الفاسد المضروب المعفن اللي ماشي عليه الدولة. شخص واحد انه يشتغل صعب كتير، يعني كلنا بدنا نتعاون. وكمان في سبب تاني انه مش كل الناس عم تلتزم، مش كل المحلات عم تلتزم بالاقفال العام، حتى المحلات المنا مستثنات من الاقفال يعني عم يفتحوا مش فرقانه معهم، او للي عم يفتح على الخمسة بعد الخمسة عم بيضل فاتح مش عم بيسكر. وهيدا الشيء يعني انا عم بيبعتوا لي كثير على تويتر وعم بيتصلوا فيي وعلى انستغرام انه طب نحن عم نسكر على الخمسة وغيرنا عم يفتح بعد الخمسة، طب ليه انا بدي سكر؟ هالمظلومية اللي عم بحس فيها الشخص عم تدفعه لانه عم بيعصب وعم ينقهر انه يفتح هو كمان. فبدنا نطلب من الجهات الامنية انه لما بدنا نسكر على الخمسة كلنا منسكر على الخمسة، ومش مناطق بس بتفتح ومناطق بتسكر، أو بيبقى مسكر واجهته من وراء الباب الوراني مفتوح أو بيفتح الواجهة شوي. يعني بعرف إنه الوضع صعب كتير كتير اقتصاديا، بس يا جماعة
صدقوني ما رح يبقى مين يخبر إذا هيك رح نضل. يعني رح نوصل ووصلنا لكارثة كتير كبيرة ولازم نوعى عليها. يعني إذا صحتنا وصحة أهلنا وصحة أحبابنا واللي منحبهم ما رح نهتم فيها، بشو بدنا نهتم؟ يعني أنا هون ما بعود في ما عندي سؤال إنه كيف وصل البلد لهون إذا الشعب مش مهتم بصحته، بده يهتم أو بده يصرخ أو بده يعلي الصوت قدام الفاسدين واللي عم يسرقوه واللي عم يقتلوه إذا بصحته مش مهتم؟ إنه مش إنه يابان إحنا تمسحنا وبقى في شي فرق معنا، لا بده يضل يفرق معنا، لأنه في كتير ناس غيرنا فرقانة معهم إنه يضلوا عايشين وما يصير لهم شي، وولادهم ما يصير لهم شي، وأهلهم ما يصير لهم شي. وبما إنه مصيري مربوط بمصيرك والقصة بقى حرية شخصية، أنت مجبور تلتزم بهيدا الشي. الله يبعد الكورونا عن الكل، وبرجع بعيد الكورونا منه وصمة عار، مش لازم الواحد يخبي، لازم يقول في كتير ناس عم بتخبي، عم تختلط بعالم وتعرف انها منصاب بكورونا، وبس تنصاب مش عم بتقول كرمال الناس اللي حواليها ما تنقذ. غلط، لازم نقول ولازم نخبر للناس تحتاط، ويا رب يتلاقى حل لهالفيروس اللي أنا برأيي غير وجه البشرية. رح ننتقل أصلاً اليوم، رح نحكي كتير عن هذا الموضوع مع دكاترة رح يطلوا معنا على الهواء، بس قبل رح نبلش بفقرة برج اليوم مع جمانة وهبة. صباح الخير، واليوم 10 جانيوري 2021، وأخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار. وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، الفلك عم يتحدث عن تحديات ممكن تهدد استقرارك في العمل، ولربما تتعرض لمؤامرة على الصعيد المهني. وأما عاطفيا لا تبدو الأمور منصفة وعادلة بالنسبة لك بالوقت الحالي، وانتبه من أي ردة فعل سلبية ممكن تأثر على علاقتك مع الشريك. مولود برج الثور يلي عم نشوفه جاهز للتعاون مع أي جهة عمل جديدة أو سابقة على الصعيد المهني، ولكن عنصر التأخير هو اللي واقف بطريقك حاليا. وأما عاطفيا عم تشعر بالتحسن والارتياح بعلاقتك مع الشريك. مولود برج الجوزاء تبدو مضطر لمضاعفة جهودك في العمل من باب الحرص على الاستقرار والاستمرار على الصعيد المهني، بالرغم من المخاوف يلي عم بتعيشها مؤقتا. وأما عاطفيا قد تعيد النظر بعلاقتك مع الشريك على مبدأ خط العودة وليس الانفصال يلي ملامحه واضحة على علاقتك. مولود برج السرطان، أجواء ضغطة في العمل ومسارات وعلاقات جديدة مقبل أنت عليها، وتبدو تأثيراتها إيجابية بالوقت الحالي. وأما عاطفيا فرص التفاهم والتقارب مع الشريك تبدو واعدة، وخصوصا للمتخاصمين، والأجواء مشجعة لأغلب مواليد السرطان في الحب. مولود الأسد يلي كمان ممكن يضطر لتقديم بعض التسهيلات المهنية بدون مقابل، بشرط أنه يحصل على استقرار أو موقع جديد هو حابه. وأما عاطفيا توقع علاقة جديدة للعازبين تحديدا. وأما المرتبطين كأنه عندكم نوع من التحفظ عن بعض المشاكل السابقة بعلاقتكم مع الشريك، والأجواء تبدو إيجابية. مولود العذراء لربما تتعرض لأزمة مالية بسبب أحد أفراد عائلتك، وأما مهنيا قد تواجه بعض الشروط الضغطة في العمل، ورح تكون سريع في التصرف والإنجاز. وأما عاطفيا من المحتمل أنك تتعرض لعدائية مع الشريك بالفترة الجاية. مولود برج الميزان رح تتحرك بكل جرأة للمطالبة بحقوق مالية أو مهنية بالرغم من الظروف المعقدة اللي حولك، بالمقابل تبدو جاهز للدخول بتجارب جديدة. وأما عاطفيا رح تتحرك الأجواء الباردة بعلاقتك مع الشريك، وما رح تبقى أنك ناطر الأمور تبقى معلقة بعلاقتك معه، وتوقع حل قريبة وانتقال قريب لمكان جديد. مولود العقرب رح تعاني من تشدد مسؤول أو زميل في العمل، وكأنه مستقصدك أنت بالتحديد على الصعيد المهني. وأما عاطفيا عم يصعب عليك السيطرة على تصرفات الشريك، وكأنك عم بتعيش حالة من التشويش والغموض بعلاقتك معه. مولود القوس كأنك موعود بانطلاقة جديدة على الصعيد المهني، وتوقع دعم وتعاطف من جهة مقربة منك، والوقت مناسب لوضع الأمور بمكانها الصحيح في العمل. وأما عاطفيا عم نشوفك معترض على تصرفات الشريك، ويبدو أنك بحاجة لتحصين علاقتك معه. مولود الجدي، الفلك عم يتحدث عن أهداف جديدة بانتظارك على الصعيد المهني، والوقت جدا مناسب للتخلص من بعض الأوراق السابقة. وأما عاطفيا تبدو غير متقبل استغلال الشريك لإلك أو رمي كل المسؤوليات عليك بدون متابعة من عنده.
مولود الدلو الفلك عم يتحدث عن جبهة مهنية ضدك عم تسعى لتحجيمك أو لاستبعادك في العمل. وأما عاطفيا تبدو الأجواء مريحة لتحسين قدرك العاطفي أو لحسم مصيرك مع الشريك بطريقة إيجابية. وآخر الأبراج معنا مولود برج الحوت يلي عم نشوفه مترقب ومتابع جيد للتغييرات المحتملة بمحيطه المهني، وتبدو محاولاته ناجحة في التواصل والتقارب مع جهة قوية لإنجاز أوراق مهمة. وأما عاطفيا توقع حدث إيجابي بعلاقتك مع الشريك. هذه كانت أخبارنا الفلكية لهيدا النهار، لقوني بكرة بتوقعات جديدة. ضلكم بألف خير وباي باي. نبقى هلأ مع حركة المرور. صباح الخير المؤهل الأول محمد ظاهر. صباح الخير. صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين. خبرنا عن وضع الطرقات، مفروض تكون يعني فاضي الطرقات. صحيح، يعني الطرقات بشكل عام شبه خالية من المركبات بسبب تقيد المواطنين الكبير بمنع التجول يوم الأحد. كمان بدنا نذكر المواطنين عند حصول أي طارئ يلزم المواطن التنقل من منزله يرجى إبلاغ غرفة العمليات في قوى الأمن الداخلي على الرقم 112. إحصاءات حوادث السير اللي تم التحقيق فيه خلال 24 ساعة الماضية، مجموعة 12 حادث أسفرت عن 13 جريح من 8 الشفاء العاجل. مخالفات السرعة الزائدة بلغت خلال 24 ساعة الماضية 813 مخالفة سرعة زائدة. هيدا كل شيء يعني. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه ومنشد عقيدكم، ويعني وما تقصروا، يعني عن جد ما تقصروا، لانه في كثير ناس لازمها هيدا الشيء. مثل امبارح اللي صار على شواطئ البحر مثلا، كثير انبسطت بضبوطه، يعني سوري بس كثير انبسطت. بننتقل هلا لفقره لنعرف اكثر. لا نعرف أكثر معنا عبر تقنية الزوم تانيوس أبي سعد اللي هو مستشار وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير تانيوس. صباح النور، كيفك اليوم؟ أنا منيحة وأنت؟ الحمد لله. تانيوس، بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، وخاصة هلأ بما أنه من يومين تويتر حذفت أو وقفت الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حسينا قديش عن جد وقع مواقع التواصل الاجتماعي صارت على الحياة وعلى السياسات الكبرى، اللي يعني مثل حسينا مثل كأنه سكروا له صوته، لا يعني ما عاد عم يقدر يحكي لرئيس أقوى دولة بالعالم. وصرنا نحس قديش نحن مرتبطة حياتنا بمواقع التواصل الاجتماعي، وقديش صار هالديفايس هو عليه مختصر حياتنا كلها. وما بعرف بعد قديش إذا قريب أو لا تصير هيدا ديفايس هو اللي عم يتحكم فينا، مش إحنا اللي عم نتحكم فيه. انطلاقا من هون بدي أسألك، بشهر رأس السنة صار كتير في توقيفات لحسابات، صار في كتير سرقات لحسابات خاصة على إنستا وعلى تويتر. شو الموضوع؟ كيف بيصير هيدا الشيء؟ ليش بيصير؟ وشو فينا نعمل لنوقفه؟ خلينا نبلش بكيف بيصير هيدا الشيء. أوكي. هلا تقريبا من 18 كانون الأول بلشوا تسكيل الحسابات بطريقة كتير قوية لسببين. أول سبب، إنستغرام غيرت الرولز تبعها بالترمز أند كونديشن، اللي بعتت إيميلات فيهم إنه نحن كل حدا عم بيخالف الترمز أند كونديشن رح نوقف له الحسابات تبعه، اللي هي هلا بنحكي عنها بعد شوي بالتفصيل. ثاني سبب اللي هو تسكيل الحسابات بتقنية الشخص اللي عم بيقول إنه هو ذاته عم بيكون عنده تو أكونتس، يعني سيميلر أكونت، اللي هي هيدي الأكثر شيء اللي عم بيكون دارجة هلا، بيطلع حدا معه أكاونت قديمة بيغير الاسم، بيحط اسمه باسمك مثلا، بيحط صورتك وبيقدم انه انت الأكاونت تبعك هي الأكاونت الهاك او مش مضبوطة. فالانستغرام بتشوف اثنين أكاونت مثل بعض، بتسكر اللي نعملها ريبورتد، بيوصلك انستغرام مسج انه your account تسكرت، please provide your password او يلا معلومات. والشغلة الثانية هيدي عم تعالجها الانستغرام، بس في طرق اكيد لحمايتها، اللي هي مثلا
تكوني اكتف على السوشيال ميديا، تكون الايميل تبعك مظبوط، لانه في كثير عالم خصوصا بلبنان بيفتحوا الانستغرام على ايميل منه اكتف او فون نمبر منه اكتف. يعني صحيح، يعني اذا بدي افسرها اكثر، انت بتكون فاتح الانستغرام تبعه لك، طبعا لازم يكون عندك لينك على ايميل، بس هيدا الايميل انت ما بتفتحه وما بتشيكه، وبيكونوا الانستغرام عم يبعثوا لك عليه مساجات وانت ما عم تنتبه لهم وما عم بتشوفهم، مشان هيك بيصير في تسكير لحسابك. يعني امرار بيسالوك انه هل انت شخص المزبوط لهالاكاونت او لا. صح مزبوط. لهيك بطلب من كل شخص بيستعمل انستغرام تويتر او حيلا سوشيال ميديا ابلكيشن يفوت على الاديت بروفايل بالبيرسونال انفورميشن محطوط الايميل والفون نمبر، يتغيروا، واذا حد الايميل في كلمه كونفيرم بليز اكتبوا الكونفيرم، حتى لو الايميل قديم انتم بعدكم فاتحين فيكم تجددوه فيكم تغيروه، لانه ان كيس سكروا لكم الاكونت اذا الايميل منه كونفيرم او الايميل منه اكتف الاكونت ما بقى بحياتها بترجع الا بعد قصص طويله مع انستغرام ليدوكم اياها، بس هيدي اهم شيء لتكونوا سيف. يعني لازم نقول للناس وخاصه اللي كثير مهتمين بالانستغرام تبعهم انه لازم على طول يشيكوا ميلهم او يحطوا انه كونفيرمد هيدا الميل مزبوط، والا اذا طار هيدا الاكونت ما بيرجع اذا هيدا الايميل مش مزبوط او مش عم بتشوفوه او ضيعتوه او انتهى راح من الوجود. صح مزبوط. يعني هي اول ما تفوت على الادت بروفايل بالبيرسونال انفورميشن موجود الايميل والفون نمبر، اذا اثنيناتهم عندكم اكسس عليهم يعني يو ار سيف، شو ما يصير الكيس تبعكم ترد الاكونت. هيدا اول سبب. في اسباب عم بيكونوا على جوجل وعلى المعلومات انه ما تحطوا بروفايل بيكتشر اذا انتم معرضين لريبورت او لهاك، اذا انتم شخصيات مهمه عالم عم بيعملوا لكم ريبورت، هول المعلومات مش على طول مضبوطه. يعني انا اليوم اذا ماني حاطط صوره وحدا عمل لي ريبورت على ماي اكونت كمان في احتمال يسكروا لي الاكونت تبعي. طيب انا سؤالي تانيوس، مثلا كل الاشخاص الانفلونسرز اللي بيقدروا المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، اكيد في ناس كثير رح يعملوا لهم ريبورت اذا مثلا ارائهم السياسيه مش ما بتتوافق مع الجيوش الالكترونيه او مع ناس. يعني طب هل هيك الانستغرام مثلا مجرد انه مثلا 100 شخص يعمل لك ريبورت وهول ال100 بيكونوا يا خيي بركة انت من تيار سياسي، عم نحكي عن لبنان نحن، من تيار سياسي معين بيعملوا لك 100 شخص ريبورت بيبقوا ضدك بالتفكير وبكون انت ما عملت جريمه، يعني ما حكيت شيء that violates اذا بدنا الانستغرام روز، بيوقفوا لك الانستغرام؟ هلا في عادي بيقولوا اذا عملت اكثر من 15 ريبورت بتتوقف الاكونت ل 24 ساعه، هيدا الحكي منه مضبوط 100% لانه بدك تكون الكيس تبعك مأكد. يعني فور اكزامبل اذا حضرتك عم بعطي مثل، اذا حضرتك عم تحطي اراء سياسيه او وات ايفر العالم عم يكونوا ضدك، بس انت ما عم تعرف تستعمل الانستغرام بطريقه صحيحه، هون بيوقفوا لك الاكونت. بس اذا انت اكتف بتنزل ستوري، العالم بيعملوا لك تاج، في دايركت مسج بينك وبين اشخاص كثير، وبتنزل صور، لو بدهم يعملوا لك 1000 ريبورت ما بتتسكر الاكونت الا ما يلاقوا بولينج او يلاقوا قصص صور ضد التيرمز. يعني يعني لنحافظ على الاكونت لازم نكون اكتف على الاكونت، يعني لازم نرد، لازم نرد على المساجات، لازم ننزل ستوريز، لازم نحكي مع العالم، يصير في تفاعل تاج وكذا وهيك قصص. صح مزبوط. يعني لازم يكون في انتراكشن بينك وبين الفولورز تبعك او الفولوينج تبعك ليحسوا الانستغرام انه انت منك روبو، يعني انت شخص عم بيعرف يستعمل الانستغرام، بيفوت مش بس بينزل وبيطلع. طيب للي في كثير مشاهير تانيوس على انستغرام عاملين زيرو فولوينج، مش لاحقين حدا، لانه هن طبعا اهم من انهم يلحقوا حدا بغض النظر. هول الناس اللي بيعتبروا حالهم كتير كلاس، بيبقى عندهم كتير ملايين من الفولوز، هن مش لحقين حدا. اوكي، هيدا تقنية نرجع لها نحن بالسوشيال ميديا بنسميها 2017 الانترناشونال براندز، بلا ما نسميها اعتبرتها لسبب واحد، لانه اذا عم تعمل فولو لشخص نسيت تعمل فولو لشخص ثاني اللي عم بيصير في زعل، سو اخذت القرار انه تعمل فولوينج زيرو ما يصير، او مثلا تعمل فولو لحدا سياسي او حدا مهم يكون منسوب له. فهون اخذت القرار بال 2017 الشركه الكبار انه ما بقى يعملوا فولوينج، ف
فعندنا خصوصا بلبنان اخذوا الانفلونسر او البلوجر او الفيل بلوجر اخذوا انه لازم نعملها. هي هذه الطريقه كثير غلط، لانه بالالجوريثم هو سيستم الانستغرام اسمه الجوريثم ما بيعطيك انجيجمنت. اول شيء اول ما بتضعف صفحتك، يعني اذا انت عندك زيرو فولوينج ما عندك متابعه لحدا، انستغرام ما بقى يعرف انت شو بهمك، يعني صرت عم بس عم تفوت تنزل وتطلع. هيدي كثير يعني بالانجيجمنت هيدي كثير غلط، بس اكيد مش تعملي 2000 فولو او 3000 شخص، ما في عدد معين، بس على هي الناس اللي بهموك. يعني هيدا كمان باول انستغرام زيرو فولوينج ما خاصه بالريبورت، بس كمان بتعرض الاكونت للريبورت لهي انه حدا معه زيت الاكونت تبعك. طيب شو لازم اعمل انا كمواطن لأحمي أكاونتي كان الفيسبوك أو الإنستغرام أو التويتر؟ لأنه تويتر كمان بتعرف أنت تويتر لأنه مساحة أكبر للحديث بالسياسة والآراء بكل شيء عم بيصير حول العالم أكثر بكثير من إنستغرام. إنستغرام أكثر إذا بدنا للأشياء إلى العلاقة بالكماليات والجمال وهيك قصص بالحياة. شو لازم نعمل لنحمي أكاونتاتنا وما ينسرقوا؟ اوكي، هلا مثل ما انه يكون الايميل والفون نمبر فيريفايد اثنيناتهم. شغله ثانيه، بكل ابلكيشن او منصه في بتفوتوا على السيتنجز في برايفسي او برايفسي اند سكيورتي، هي لازم تكون بالسكيورتي. في شيء اسمه تو فاكتور اوثنتيكيتر اور تو ستيب فيريفيكيشن اور تو ستيب سكيورتي، يعني عم بعطي كذا اسامي لانه موجوده بكل ابلكيشن اسم معين. هونيك بتفوتوا بتربطوها برقم تليفون او بابلكيشن. هون اذا حدا معه اليوزر نيم والباسورد بده كود ثاني بيصله باي اس ام اس ليأكد انه هو الشخص عم يفتح. اكيد اذا عملت لوجين من الديفايس ما بقى يطلب. وفي شيء اسمه ابلكيشن اللي بتسميها ديو اور جوجل اوثنتيكيتر. هون انا بفضل اذا الشخص ما عنده معلومات على التليفون او على الموبايل ما يعملها. ليه؟ ان هيدي الابلكيشن ديو موصوله على الجيميل، موصوله على تليفون واحد. اذا انت اليوم لا سمح الله وصلت يا ديو بس ماني واصله تعمل باك بس تليفون الاكونت. اوكي تاني كمل. الشغله الثانيه اللي هي ما نفتح بحياتنا لينك لو من مين ما يكون، لو من اقرب الاشخاص لنا، لانه يمكن خصوصا الببليك فيجر او الانفلونسر عم يتعرضوا بطريقه انه عم يسرقوا اكونتات. بما انك عم تحكي عن اللينك اخواتهم او حدا بيعرف تانس، بما انه عم تحكي عن لينكات انه ما لازم نفتح لينكات، عم بيصير في كثير جروبات على الواتساب انجيجمنت كثير، يعني عم بفوتوا بعضهم على جروبات واتساب وعم بينزلوا اللينكات تاع بعض لنفوت نعمل انجيجمنت ولا يعلى الفيوز عنا. هذا الشيء خطر. مظبوط. هذا الشيء لانه العالم عم بيكون بينهم باللايك وبالكومنت. اوكي تانيوس عم بسمعك كمل، بعد معنا 30 ثانية. اوكي سو عم بيعملوا هيدا الانجيجمنت ياخذوا لايك والكومنت. سو الانستغرام انتبهت لهيدا الشغلة وعملت كل حدا بيعمل شير للبروفايل كانوا عم يشتري لايك وفولو لو هن فولورز عادي. سو وقفت لهم هيدا الشيء، كل حدا بيبعث لينك او حتى بيشوفوا انه عم ياخذ لايك وكومنت من اشخاص مانن عاملين فولو منك عم تسكر الاكونت دغري ليوقفوا هيدا الشيء كرمال بطل انستغرام بس كرمال اللايك والكومنت. سو في كثير اكونتات بيقولوا لك نحن ما بنبعث لينك، هودي كله مراقب، لأن انت عم تاخذي لايك وفولو لايك وكومنت من اشخاص ما عندك اياهم. سو كل الطرق اللي عم يعتبرون منهم مظبوط. تانيوس ابي سعد للي بحب يستفسر اكثر فيه طبعا يدخل على اكونتك على انستغرام ويتواصل معك. شكرا كثير لوجودك معنا وبتمنى لك هيك نهار احد مريح بالبيت، صح؟ بالبيت. شكرا لك تانيوس. مشاهدينا بنتوقف مع بريك صغير ومن بعدها بنكمل. بننتقل هلا مع الخبير الرياضي ابراهيم وهبي بمن هون وهناك.
صباح الخير إبراهيم. صباح الخير كارين لإلك ولكل المشاهدين بهالنهار المميز بدنا نسميه، لأنه في منع تجول بركي بنقدر نوصل لنتيجة. أنا على طول طلعت معك المرة الماضية، كنت كثير مستنفر وقت عجقت السير، تتذكري؟ بتذكر. فاليوم ما بقل أهمية موضوعا عن هيدي الموضوع. صحيح، إن شاء الله هيك يعني الناس بتوعى شوي على الخطورة الكبيرة اللي عم نشوفها. اخ يا ابراهيم، صرنا مهووسين بكورونا. اذا ما يعني اذا ما رحنا نصاب بكورونا رح يصير اكيد معنا انهيار عصبي خوفا من الاصابه بكورونا. يعني مش معقول عن جد. هيدا اللي بدي اقول لك اياه كارين. اليوم انا دائما كنت على طول، وانا من الناس اللي بيحملوا دائما الدوله مسؤوليه كل شيء بهالبلد، لانه هن وصلونا لهون وهن كانوا سبب اساسي، مش اساسي، هن كل شيء بسبب وصولنا لهون. بس أنا ما كنت بتوقع بحياتي إنه يكون في استهتار واستلشاء بهيدا الموضوع الصحي من قبل الناس لهالدرجة. يعني حكيتوا كتير عن اللي صار مبارح بجبال وبجونية وبصور وبكتير مطارح، إنه الناس بدها تظهر والناس مش مهتمة لهيدا الموضوع للأسف، لأنه انحكى كتير عنه. ما بعرف لوين واصل الأمور بظل وضع المستشفيات والوضع كله يلي عم بصير. يعني بس شوف الناس. ولكن اليوم نقطة أساسية كارين. تفضل. نقطة أساسية كارين هي بالموضوع الرياضي. يعني اليوم لما بتعرفي إنه أندية رياضية، خدي هالخبرية الحلوة عندها الصبح واسمعي. أندية رياضية عندها ملاعب خاصة، عرفت إنه في منع تجول أو إذا بدك إقفال أو تعبئة عامة أو انهيار بلد أو دمار للبلد يا أختي صحياً من كل النواحي. قال شو عملوا؟ سكروا بوابة الملعب، ما بتخبروا حدا انه نحن موجودين هون، وبتفوتوا من الباركينج. يعني شوفي اللبناني وشطارته وذكاء. بندوق يا زلمه، بندوق وليك بندقته وصلته لنتيجه رائعه، مش انه مثلا لاحظ انه بندقته فوتته بالحيطان، لا بعده مكمل انه هو لقطه. يعني كارين هيدي لما بيكون مهضوم اوقات بيتهاضم، يمكن هضامته بتقطع، بس ما تتهاضم لانك مش مهضوم وثقيل للدم. سكر ملعب. صح صح صح، ثقيل كثير ثقيل. قالوا لي اطلع على طول مع كارين لانه كارين كثير بتلحن لك. فهو مش موضوع تلحين بقدر ما نحن ناس كارين حاسين بالمسؤوليه صراحه. انا ليه بدي احط كمامه ومثل ما قلتي واقعد ببيتي والتزم الاجراءات، وانت بدك تروح تفتح الملعب ويتمرن؟ انه انت حدا ثقيل، انت حدا مش مسؤول، انت حدا القضاء لازم يستدعيك، وانت وزير الداخليه لازم اكيد يبعث دوريه على الملعب يجيبوك، مش بارادتك غصب عنك تجي وتتحاكم لانك انت عم تدمر ناس وعم تعاقب عالم قاعدهم ببيوتهم، وانت عم تفتح الملعب ليتمرن فريقك. شو عندك اي فريق رح يضل، واي نادي رح يضل، واي اتحاد رح يضل لتعمل دوره وديه؟ العاملين من كم يوم دورة ودية بالباسكت بول، عم يلعبوا دورة ودية تنشيطية ليبلش الدوري اللبناني. أي دوري رح يبلش وأي باسكت رح يمشي وأي فوتبول رح ينلعب؟ أو هيدوليك اللي فاتحين ملاعب تجارية ليلعبوا ويعملوا ملاعب ويأجروا الملاعب وتجي العالم 40 و50 و100 و200 وما بعرف قد ايه بيجوا عالم ليلعبوا رياضه وليكونوا موجودين؟ او هيدا المهضوم الثاني اللي نازل يمشي على كورنيش المناره بده يعمل رياضه وبده يعمل جسمه وبده يحس؟ يا اخي نحن بحاله انهيار، ما حدا رح يضل اذا منضل بهيدا الوضع. جاي تقول لي بدي افتح ملعب؟ بس بدي اقول لك شي ابراهيم، هي لو بالبدايه، لو من البدايه طبق القانون مظبوط، انشدوا يعني لو منع على التلفزيون كنت بستعملها قد من محقون قلبي، وانشدوا هيك عرفت كيف على الحبوسه، وانعملت بوطه مظبوطه بتوجع فيهم، ما كان حدا عمل لو عرفت كيف، كانوا مشوا على الخط السليم، ويمكن ما كنا وصلنا للاقفال، وما كانت هالناس المعتره اللي بتعتش من أعطينا خبزنا كفاف يومنا من شغلة اليومي، ما كانت اضطرت تسكر. بس انه الناس يعني ما بعرف، انا قبل بمرة هيداك الاحد عملت انترو قلت الدولة المسؤولين هن مش ليجوا يعملونا شو نحن عبالنا، هن لازم يعملوا شو المفروض ينعمل. يعني سهرات راس السنة اللي مستخفين فيها العالم، انتبه حتى الناس اللي سهرت ببيوتها
يعني اللي سهرت ببيوتها وجمعوا 10-15 شخص هول منهم أقل من اللي راحوا سهروا بالسهرات، مثلهم مثلهم. صح صح. أنا يعني هلأ عم بحكي معك، إذا بتشوفي أنا بتوقع أنه يوم أحد الصبح أنه في ناس كتير ما يعني نسبة المشاهدة بتكون طبعاً منا هي بالبيك، لأنه خاصة أنا بطلع بكير عرفتي، بس إذا بتشوفي قديه في رياضيين عم يبعتولي هلأ نوتيفيكيشن، يمكن عم فيش خلقة لهالناس، قديه في ناس عم تبعت. يا أخي أنا ما بقدر أتحمل، يعني أنا كتير من حدا بستعمل كلمات، يعني أنت يمكن ما بتنقال على التلفزيون، أنا من الناس اللي بقولها وشو ما كان، أنه شعب يا أخي نحنا وصلنا لهيدي المطرح. لا اللي بيعجبني أكثر هيدول البلديات، أنا دايما من الناس اللي أنه بقول أعطوا صلاحيات للبلديات، هيدي البلديات مش بس شغلتها يدق على الباب يجي يقلك عليك هالقد رسم سنوي، يا أخي كل بلدية تبرم بنطاقة وتشوف مين اللي فاتح الملعب، اللي فاتح ما عنده هيدا بيقدر يعمل محضر إطفال بالشمع الأحمر، ما بيعود حدا فيه يستعمل هيدا الملعب أبدا. يعني عم يفتحوا الملاعب وتروح العالم على الملاعب، في جيمات يعني جيم مفتوح، قال حاطط امبارح بمرق من حد الجيم حاطط اوراق مبينين مثل الفيوم، وقال انه العالم بينزلوا من الباركينج. طب هيدا طب شو طب قولي العالم اللي عم يروحوا على الجيم، البلديه وين البلديه؟ حدا يدلني البلديه المعنيه بهيدا الموضوع وينه؟ وينه الرئيس اللي ماشي بالمنطقه؟ رئيس البلديه، الرئيس الله معك رئيس نهار الاحد حامل السيجار وبيروح على العزوات والافراح، هيدا الرئيس. وينه الرئيس ينزل يشوف العالم؟ وزير الداخلية يبعث له لهيدا الرئيس يقول له قوم شوف حتنهار انت ومملكتك وبلديتك ونطاقك وعالمك وناسك. ما في جنس المسؤولية، عالم مستهترة ودولة مستهترة أكثر منهم، فخلص ينضبوا كلهم الأندية والاتحادات، وزيرة الشباب والرياضة تبعث كتاب تسكر هيدول الأندية وتشطبهم بشحطة قلم، مش كل واحد بيروح لي على وزارته قهوة وشاي وترويق فول بالوزارات صايرين عاملينها، نحن بنروح على الوزارات وعم نشوف كيف الوزارات، هيدا هو الفساد الأساسي. لما بتعمل ترويقة بقلب الوزارة وريحة البصل والبندورة واصلة لآخر الدنيا بالوزارة، بتروح بدك تعمل معاملة خلاص يتضبضبوا كلهم سوا وكل واحد عنده يروح على بيته. نحن ما عنا دولة وما عنا بلد، نهار اللي بصير عنا بلد منعيش فيه لهيدا البلد، وبدنا نضل نقاتل، حمنقاتل من مكان كتير صعب ومن مكان كتير بعيد. صحيح، عم نشتغل تحت ظروف يعني عن جد، يعني عن جد في ناس عم تشتغل وتكافح لازم يعطوها ما بعرف بكل هالظروف بكل هالمأساة، والناس اللي بعدهم عم بكافحوا، يعني نحن تحت ظروف قاهرة قوية كتير وصعبة كتير على النفسية غير كورونا. انت عايش ببلد، انتبه ابراهيم، يعني انا صرت بتخيل مش عم بمزح، بتخيل صوت الطيران بيكون ما في طيران، صرت بتخيله، يعني بحب قولي شو هيدا الطيران؟ صح صح. يعني أكيد. انت عايش ما بتعرف اي ساعة بتفقع، ما بتعرف اي ساعة بتنصاب بكورونا، ما بتعرف اي ساعة بيتخانقوا بيقتلوا بعضهم، ما بتعرف اي ساعة بتروح بشي اختيار، يعني حالة ما بعرف. وعم نكافح وعم نشتغل وعم نعمل شعرنا وعم نحط ميك اب وعم نطلع على الهواء. بس أنا هيك بدي العالم اللي عم يحضرون فهموا قصدي أنا شو عم قول بالنسبة لفتح الأندية والملاعب بطريقة سرية. يعني هيدا رئيس النادي المسؤول عن النادي شو عم بفكر؟ بس شو بحس؟ أصلاً ما بحس، بس شو عم بحس لما بيكون فاتح جامع مينيموم بالفوتبول مينيموم جامع له 100-150 واحد 200 واحد، شو حاسس انه فاتح وعم بمرن وعم يتشاطر ونحن فاتحين؟ وتشوف اللي احلى من هيدول كلهم النادي اللي بيقول انا بدي ابعت راسل لجرب اخذ استثناء. استثناء شو؟ بدك تستثنى من شو؟ انت بدك تتمرن وشوفير التاكسي بدنا نقعده بالبيت؟ طب كيف؟ يا اخي وزير الصحه اذا عم يسمعني بس، يعني شو ممكن يتخيل وزير الصحه او وزير الداخليه هلا هو عم يسمعني؟ وزير الصحه بدي اقول لك شغله، انا مش دفاعا عن وزير الصحه، يعني منه لا وانا بس كمان، بس الزلمه ما في كمان يشتغل هو لوحده والكل باقي قاعد بشد هون في من هون وبشد في من هون وبشد في من هون، بده يكون في تكامل بالعمل، مش بدنا نعمل انكيات ببعض. انا وزير الصحه بالعكس انا حضرته وعم تابعه باستمرار، الزلمه يعطيه الف عافيه، بس انا اللي عم بقول وزير الصحه يشيل التليفون يقول لوزيره لما
معالي وزيرة الشباب والرياضة، إذا بتريدي هول أندية من صلاحياتك، هيدول الاتحادات من صلاحياتك، يا أختي تمني عليهم إذا ما بدك. طب ليه مش الوزيرة بدها تعمل شغلة لوحدها؟ ليش وزير الصحة بده يقول ما بعرف وين الوزيرة، ما بدنا نعرف وين يا كارين الوزيرة، كان عندها كورونا صحت. صح. جارتي بالحي. طب انه بس هي وين معاليها بس تعمل لها تليفونات ثلاثه للاتحادات؟ الاتحادات وينهم؟ يعني الاتحادات وينهم؟ انا بعرف في اشخاص بالاتحادات وفي رؤساء اتحادات ما بيقبلوا، بس انتم هل يعقل مش عارفين انه نحن العالم العاديين عارفين؟ هلا مثلا اذا جبنا فينا نحن فينا في ناس ابراهيم تبلغ؟ اكيد فيها. اكيد فيها الناس تبلغ. ما معروفه هي يا كارين، معروفه انه نادي الاكس عم يطمئ اليوم بيعجبوني بس يقولوا لي ما معهم خبر. استرجي حطي غيري ديكور ببيتك، بطبوا عليك الدنيا والمعلومات والدرك والاجراءات وكذا، انت حطيت غيرت ديكور ببيتك، بقلب ضيعه باخر الدنيا وبارض مهجوره بتكون. ما عم يعرفوا نادي طويل عريض على اوتستراد عم يتمرن ما معهم خبره؟ انه كيف؟ طب البلديه وين البلديه؟ هيدول اللي كل شوي بيحطوا لنا يافطه دفع الرسوم، كل شوي كل ما انزل من بيتي بلاقي تارقين يا على باب الاسانسير يا برا على الاوتستراد، توجهوا لدفع الرسوم بالبلديه، وبعد شوي بدق على الباب بقول لك دفع الرسوم. طب وين البلديه؟ ما عم بفهم شو بتعمل البلديه يا اخي بلبنان؟ ما معقول انه يا اخي انا يمكن ما بعرف العالم بحبوني بالطريقه اللي انا بحكيها، انا ما يعني بعد شوي يمكن لبست القميص بس كرمال التي في، انا مثل ما انا. صحيح. فهو هن القصه، لا عنا بلدي ولا حدا. فبليز تحديدا بموضوع الفوتبول والباسكتبول، هلا باقي الالعاب ما كثير يمكن عم تابع فيهم، بس هيدول اللعبتين الشعبيتين الاهم بلبنان. اذا بتريد يعني ان كان رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي، إذا بتريدوا تابعوا هالموضوع لأنه هيدا الموضوع مش مسموح. هلأ قطعت هيك رح ندق ناقوس الخطر أسبوع الجاي بالأسماء وبالتفاصيل، كل نادي رح يكون مستهتر ومش مسؤول، لأنه هيدا اللي بده يكون مستهتر ومش مسؤول، مش خارجه يكون عم بدير نادي ومش خارجه يكون فاتح نادي، لأنه النادي عنده رسالة أسمى اللي هي أنه تتابع وتكون حافظ على الشباب وعلى الناس. الخبير الرياضي إبراهيم مهبي شكرا كثير لك، نتمنى لك نهار أحد ممتع داخل منزلك. شكرا كثير لك. رح ننتقل هلأ لفقرة مش غلط مع ساندرا فواز. مرحبا. أغلب الناس بيفكروا أنه سرطان الثدي بيصيب النساء فقط، هيدي المعلومة غلط. سرطان الثدي بيصيب الرجال كمان وممكن يكون بشكل خطر كبير عند البعض منهم. مثل ما بنعرف أنه شهر تشرين الأول أكتوبر هو شهر التوعية من سرطان الثدي وطرق العلاج والوقاية والكشف المبكر اللي بيساعد بشكل أساسي برحلة العلاج. لهلأ ما في سبب واضح لظهور سرطان الثدي عند الرجال، ولكن في رجال عندهم احتمال أكبر لظهور سرطان الثدي من رجال آخرين، بالأخص بسبب عمرهم اللي هو 60 وما فوق ووجود تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان الثدي، وأخيرا رجال يتعرضوا بعمر أصغر لجرعات عالية جدا بعلاج إشعاعي. أما الأعراض فهي وجود كتلة بمنطقة الثدي وهو العارض الأساسي اللي بيثير القلق عند الرجال، تغيرات بشكل وحجم الثدي، الإفرازات المختلفة من الحلمة وحدوث طفح جلدي حولها. ومن هون منقول مش غلط الكشف المبكر، فهو العامل الأساسي بالعلاج والشفاء، واللي بيتمثل بالفحص المنزلي اللي هو تحسس الثدي بشكل دائري شهريا تحديدا خلال الدورة الشهرية عند النساء، ومراقبة أي تغيرات بشكل الثدي عند الرجال واللجوء لتصوير الإشعاعي في حال وجود كتلة غير اعتيادية. وأهم شيء عدم اليأس، ففرص الشفاء كبيرة بوجود العديد من العلاجات من العلاج الكيميائي والشعاعي وأخيرا استئصال الثدي. هيدي كانت المعلومة المغلوطة لليوم، لاقوني بكرة بمعلومة جديدة. شكرا ساندرا. رح ننتقل هلأ لفقرة لنعرف أكثر.
بلا نعرف أكثر. معنا رئيس جمعية بيتنا بيتك مارون كرم. صباح الخير. بونجور. سافا مارون. قبل ما نبلش الحديث خلينا نشوف الفيديو سوا. صرنا من مارتش مش شايفين لا اهلنا ولا اصحابنا. ما فينا نسمح لحالنا نفترض بحدا لانه معرضين لحالات بوزيتيف كل يوم. معظمنا طلاب او بعدنا خريجين، يعني ما عندنا الامكانيات. بعد نعيش لحالنا، نستاجر بيت او ناخذ اوتيل. فبيتنا بيتك اخذ هيدا الشيء بعين الاعتبار. قاعد فوق ال 800 من مدينه الساعة، بس هلا عايزين مساعدتكم لانه الوضع حاصل. اذا حدا عنده شقه او اوتيل يقدم لنا قوت. كونوا عن جد عم بتساهموا بانقاذ البلد لانه الميديكال ستاف نحن يعني دورنا مهم، انه كثير مهم. فبليز ساعدونا نلاقي بيوت نقعد فيها لنخلص من هالفيروس بقى. بيتنا بيتك مارون، بدك تخبرنا اكثر عن هالحمله ولهلا شو صرتوا عاملين وشو عايزين؟ يلا اول شيء مثل هذا الوقت تقريبا بالسائب صرنا سنه كنا طلعنا معكم كمان على الدي في عم نحكي عن حملتنا. بلشنا من سنه نحن وقت بلش اذا بدك الكوفيد 19 بلشنا نامن بيوت للجهاز الطبي بلبنان لانه ما عندهم محل يرجعوا فيه على بيوتهم كرمال ما يقعدوا اهلهم ويكونوا سيف. سو من فبروري لتقريبا اول ايد قدرنا نامن 800 بيت ل 800 نحن بنسميهم ميديكال هيرو، ابطال الجهاز الطبي. فمن بعد انفجار بيروت كملنا باللي عم نعمله، وكملنا لانه نحن بيتنا بيتك معروفين انه بنأمن شلترينج، كمان قدرنا نساعد باعاده الاعمار. اليوم بظل الموجه الثانيه من كورونا صار عندنا كثير طلبات كثير كبيره على تامين المساكن للاجهزه الطبيه، عندنا تقريبا 200 طلب بعد ما قادرين نلبيهم، مشان هيك عملنا هذا الفيديو. عم نطلب من حيلا حدا عنده بيت، كنا عم نطلب قبل حيلا حدا عنده بيت عنده اوتيل في قدمنا حيلا شقه حيلا اوضه تنقدر نقعد هدول العالم، لانه بلاهم عن جد نحن ما بنقدر نحارب هذا الفيروس. فمن هون عملنا هذا الفيديو. اليوم بنشهد حيلا حدا لحرج عيده عنده اوضه او شقه او اوتيل في قدمنا حيلا شيء. اليوم هدول الاجهزه الطبيه عم بيناموا بسياراتهم، ما عندهم محل يرجعوا عليه تما يقعدوا اهلهم، وهن بحاجه لنا. جربتوا مارون تتواصلوا مع الاوتيلات الفاضي اللي ما يعني ما في حدا هلا عم يجي، والقدره الاستيعابيه للاوتيلات كامله؟ لانه يعني للاسف الشديد بس كثير اوتيلات ما يعني مسكرين بوابهم وتاركين هالقوات فاضيه، يعني اللي ما عم بفهم. نحن مش طالبين منهم ينظفوا ورا الناس، هن بتنظف ورا، بس يعطوا اللوكال يعني يعطوا القوات لهالميديكال ستاف. هلا نحن بحاله اذا بدك ناشونال كرايسيس، وهيدا الشيء بيتطلب اجراءات انه تنفرض على هالاوتيلات اللي عندها قوات فاضيه ما يقعدوا فيها هالعالم. جربنا نتواصل مع كثير اوتيلات، بس صراحه للاسف بظل الازمه الاقتصاديه عم بجرب الاوتيلات كمان، ما بدي اقول يستفيدوا من هيدا الموضوع، بس عم يطلبوا ارقام كثير عاليه، ونحن هذا الشيء ما بنقدر اذا بدك نقدر ندفع هدول المبالغ الكبيره، بعدنا متكلين على العالم، يعني العالم عم بتفتح بيوتها، فرق بيتنا بيتك عم بتضلها سهرانه لاخر الليل، عم بتنظف البيوت، عم بتعقم البيوت، واذا عم نجرب نفرش البيوت لانه عم بيطلع الكوست تبعهم ارخص من انه نروح نستاجر اوتيل، فالاوتيلات ابدا ما عم بتساعدنا، ويا ريت عبر النيو تي في اليوم إذا فينا حيلا حدا عنده أوتيل في يقدم لنا، مش عم أقول لك كله يقدم لنا، حيلا كم شقة كم غرفة بهذا الأوتيل، مش للحجر، بحب أذكر إنه مش للحجر، نحن ما عم نحجر الأفراد الجهاز الطبي، نحن عم نعمل لهم مأوى إذا بدك سيف تيرجعوا يروحوا تاني نهار على شغلهم مريحين راسهم إنه ما نقلوا العدوى لأهلهم، لأنه كلنا بنعرف إنه أهلهم بيكونوا كبار بالعمر أو عندهم أمراض. هلا فيهم الاوتيلات يعني ما اختلفنا اكيد بدهم يشتغلوا ويطلعوا، بس فيهم مثلا من اصل 20 اوضه يشيلوا اوضتين يقدمون تقدمه او ياخذوا مبلغ زهيد، يعني انه بيستاهلوا الميديكال ستاف اللي عم يشتغلوا ويعرضوا حياتهم للخطر ونازلين وبيبقوا ما عم بيشوفوا اهلهم فتره طويله. عن جد يعني عن جد هالشباب المشكلة they are heroes really true heroes عن جد honestly كثير.
يعني نحن بنفكر انه السياسيين هن الهيروز تبعنا، بس لا, لا مش السياسيين، لا 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 ما حدا بفكر. هدول الابطال الجهاز الطبي هن لو ما عم بيطلعوا على تيفيات هن الابطال. لو بده يطلع حيلا وزير او حيلا نائب او حيلا زعيم يحكي انه نحن عم نعمل 1-2-3 للعالم تبعنا، هيدا حكي فاضي. هن الابطال، نحن بنعرف عن جد شو عم يعملوا. لو بعرف انتم كثير عم تعملوا ريبورتس، بس هن عم بيناموا بالشارع، هن عم بيناموا بالسيارات، عم بيعرضوا حالهم للخطر اكثر من حيلا حدا ممكن. فعلى القليله اذا نحن ما وقفنا حد، مين بده يوقف حد؟ صحيح. بظل غياب الدولة اللي ما عم تعمل حيلا شيء لا هدول الأجهزة الطبية، شغلتهم بس يحكوا إنه عم بيجهزوا أطباء، عم بيجهزوا مستشفيات وغرف عناية فائقة وإتسترا، بس هن صار لهم سنة لهلا بعد ما عملوا شيء. وهذا الوضع اللي وصلنا لهون أكيد عن زيادة عن عدم وعي الشعب بظل فترات العيد اللي كانت كارثية لألنا. بدي أقول لك شيء، يعني هن وصلوا إنه القطاع الصحي ينهار هالقد، يعني ما بيقديهم 4 آب شو صار فيهم مستشفيات كبيرة بلبنان، وقديش رحلهم ضحايا وقديش اشتغلوا هن وعم ينصفوا هن وكذا. بتجي هلأ قصة كورونا، الميديك ستاف عم بيوقف على الطريق لا يطبب حدا مصاب. يعني أنا كمان يعني بدي أقول للأوتيلات، للعالم اللي عندها غرف إنه الفاضية، حتى لو الغرف فاضية صح، حتى لو ما في فرش، حيلا شيء. نحن حيلا لو غرف فاضي، لو حيلا غرفه، نحن عم نجرب. في عالم عم بتقدم لنا فرش، عم بتقدم لنا تخوته. الجماعه ما بدهم شيء غير بدهم محل يناموا، ما بدهم برادات، ما بدهم ايسيات، ما بدهم شيء، بدهم محل يحطوا راسهم ويناموا، لانه ما عم بيلحقوا يعملوا شيء. من بعد الشفت تبعهم عم يضلهم 12 و14 ساعه، بدهم بس ما بيقولوا لنا بس بدنا محل ننام فيه مش اكثر. سو حيلا شيء بيقدر يساعد. واذا فيني اقول الرقم تبع الجمعيه على الهواء، اكيد اكيد 7-9-1-3-9-5-3-7، هذا رقم الجمعية. حي الله حدا فيه يتواصل معنا. ياريت فينا نكتب ورجع قوله مارون بليز، ياريت في حدا تو تايب 7-9-1-3-9-5-3-7. عندكم شيء حساب على انستغرام فيسبوك؟ مزبوط، فيسبوك انستغرام والويب سايت تبعنا بيتنا بيتك، موجودين وين ما كان. في حي الله حدا من افراد الجهاز الطبي كمان اللي منه متواصل معنا وعايز كمان بليز يتواصل معنا، وحي الله حدا عنده شقه او بيت او حي الله شيء في قدم لنا اياه لتنساعد هدول الابطال. نحن جاهزين وافراد الجمعيه جاهزين على مدار الساعه طلب النداء. شو عم تقدروا تعملوا كمان مارون غير انكم عم تقدروا تأمنوا بيوت؟ هلا نحن ماشيين بكذا اوبريشن. نحن من بعد انفجار 4 آب كنا عم نعيد اعمار، عم نساعد باعاده اعمار بيروت. صرنا لحديت هلا تقريبا مزبطين اكثر من 1000 بيت، ومكملين بالمهمه الاساسيه تبعنا اللي هي حمايه الطاقم الطبي بلبنان. سو هدول نحن اليوم الاثنين الاوبريشنز تبعنا اللي مفوكسين عليهم. مين الداعم الاول للجمعيه؟ يعني انتم من وين الفندز تبعولكم؟ يعني من الناس اللي بتتبرع لكم؟ لأن هذا كله بده مصاري، ما يعني الهوى صار بده مصاري بالبلد. نحن وقت بلشنا بحملة بيتنا بيتك كان الدعم كومبليتلي من العالم بلبنان ومن عالم الاختراب. اليوم من بعد انفجار 4 آب صار في جمعيات من برات لبنان كمان عم بتساعدنا، ان كان دياسبورا لبنانيه مثل لايف وسيل او حيلا او امباكت او حيلا مجموعه من المغتربين عم بتساعدنا. بس الاتكال تبعنا على اليوم بكورونا على اللبنانيه بقلب لبنان تفتح لنا بيوتها. ونحن من بعد الاكسبيرينس تبعنا أمننا 800 بيت والبيوت رجعوا مثل ما هن معقمين منظفين. سو بدي اقول للعالم انه ما يعتلوا هون، وللجيران ما يخافوا، هدول العالم منهم محجورين وما عندهم كورونا، بالعكس هن عالم بحاجه نحن نوقف حدهم. مارون، في كتار شككوا بالجمعيات خاصة بعد انفجار 4 آب، وفي جمعيات كانت بتستاهل انه ينشك فيها لانه عن جد يعني ربحت مصاري وعملت على ظهر العالم وعلى عذابات الناس. يعني ما بعرف كيف الواحد له قلب يا ربي، عن جد ما بعرف. فمصداقية بيتنا بيتك كيف بيلمسها المتبرع او كيف بيلمسوها الناس اللي معكم؟
نحن كبيت لبيتك اول شيء اذا بدنا نحكي عن الشق اذا بدك الماده اللي العالم الكل بتحكي عن الجمعيات فيه، نحن بننشر الفاينانشال ريبورت من الجمعيات اللي بتنشر تقرير المالي تبعها على الويب سايت كل شهر، كل عدد المصاري اللي فات ما بنستحق انه فات لنا هالقد مصاري، وكل هذا الرقم وين انصرف بكل دقيقه بكل شهريه. ثاني شيء اذا تنزلي على منطقه بيروت، حي الله منطقه بيروت، من الاشرفيه للرمال لايفن لبلاط لحي الله منطقه وبتسالي عن بيتنا بيتك، نحن كثير قراب من العالم، نحن بنفوت على البيت مش بس بنفوت بنظبط البيت، نحن بنتقرب من العالم بنشوف شو حاجاتهم بنجرب نساعدهم بكل الطرق. سو اليوم نحن بيتنا بيتك وغير جمعيات مش بس نحن، عندنا اذا بدك هيدا الريبيتيشن الحلوه، هدول الجمعيات اللي عم تحكي عنهم ان اغلبيتهم جمعيات سياسيه او تابعين لفئات سياسيه للاسف. جربوا يستفيدوا من المجزره اللي صارت بأربع اب، بس وعي الشعب اللبناني وعي الاغتراب اللبناني وقفهم على حدهم، والحمد لله اليوم ما في غير بقى الجمعيات اذا بدك كما اقول النظيفه، جمعيات اذا بدك الاكثر ثقه هن مكملين بالعمل ببيروت وبرا بيروت. وهون بدعي كمان حيلا حدا بحب يساعد، حيلا جمعيه في ينزل بعده على بيروت، في كثير بعد نيد ببيروت، في كثير جمعيات بعدها اكتف وبعدهم عم يشتغلوا لاعاده الاعمار، مش بس لاعاده الاعمار لانه اليوم ما بينفع بس نظبط البيوت تبع بيروت، بدنا نرجع نوقف اهالي بيروت على اجريهم بالمصالح تبعهم بالاشغال تبعهم او حتى بالمدارس تبع الاولاد تبعهم، لانه ما ننسى بلا تعليم ما في شيء، ما في بلد. صحيح. ففي كثير عنا شغل. شكرا لك مارون كرم رئيس جمعية بيتنا بيتك، ويعطيكم ألف عافية، على أمل الاتصالات تكون كثيرة لتأمين البيوت لأبطال لبنان الحقيقيين طبعا اللي كل اللي بيشتغلوا بالقطاع الصحي والطبي بلبنان. بريك علينا ومنكمل. بالقانون مع الأستاذ أشرف الموسوي. صباح الخير. صباح الخير لك ولكل المشاهدين. كيفك اليوم؟ صباح الخير مدام كارين. الحمد لله، بس ما خليتي لي شيء أنت وإبراهيم وهبي الرياض، يعني أخذتوا لي جزء من اللي بدي أحكي. لا لا لا، بعد عندك كثير. بعد في كثير. هلأ فتنا بمرحلة الكفال الرابع. هيدي ما حدا عم يحكي. بدنا نحكي عن عائبة المخالفين اليوم، وعم نحكي عن شيء جديد انه ادخلنا المحضر 401 المعطوف على المادة 770 عقوبات اللي كانت الناس بعدها مش سامعاني فيه. هلا يمكن تساليني شو الفرق بين المحضر 401 والمحضر 302. المحضر 401 هو عبارة عن دفتر إيصالات بتنعمل فيه مخالفة. المخالفات اكيد على نوعين، مخالفات سير ومخالفات تروح على محكمة الجنح اللي هي بتكون مخالفات مثلا محلات مش ملتزمة بقرار الأطفال، شخص مثلا عم يتمشى على الكورنيش مثلا، شخص مخالف مثلا سوبر ماركت، نادي رياضي، إلى ما هنالك. ولكن أنا بدي أقول اليوم هيدا المخالف بالمرحلتين، يعني سواء كان بالمرحلة المحضر 401 بده يروح على القاضي المنفرد الجزائي، كل يعني كل قاضي حسب منطقته واختصاصه. هلا تصل العقوبه حسب الماده 770 اللي بتحكي عن كل من يخالف الانظمه الاداريه او البلديه الصادره وفقا للقانون يعاقب بالحبس حتى 3 اشهر ومن غرامه من 100,000 الى 600,000 او احدى هاتين العقوبتين. هلا بدي خبر شيء انه اليوم ممكن تقول لك انا ما عم باخذ محضر، هلا لا بيفرق المحضر الجديد 401 يفرق عن هذا المحضر، بدي احطه على الشاشه، يعني هذا المحضر هاي الكرتونه بسموها اللي كانت هي 50,000. هاي كانت 50,000. هيدي كان فيك تروحي تدفعيها بالمحكمه مباشره او فيك تروحي تدفعيها للبوست، انه هيدي كانت قيمتها 50,000. لا هلا فرقت القصه كثير. هلا المحضر 401 هلا الشرطي السير بنظم محضر، هيدا دفتر بيكون بيعمل له المحضر وفقا للاصول. صار المواطن المخالف او المرتكب للمخالفه حكما بده يطلع على محكمه الجزاء سواء ببيروت او بالباعه او بكل المناطق، وبده يطلع عند قاضي جزاء ياخذ قرار، يعني صار في قرار هلا القاضي او بيخلي الغرامه مثل ما هي، بيشوف اذا حجم الغرامه او شكل الغرامه بيخليها مثل ما هي القاضي او في خفضها او في يعمل له حبس لانه تصل عقوبه لثلاث اشهر، لانه مثل ما ذكرت انه الماده 770 هلا صارت وجهه للتطبيق. بس ولكن بين هلالين انه نحن هلا بالمرحله الاقفال الرابع، ان شاء الله بنروح على الاقفال الخامس
نصير نحكي بدل الجنح الشئني او الجنح العادي نحكي بجينيات يعني يكون تطور. طيب هيدا اللي عم تحكي عنه انت هو اذا خالف يعني اذا حيلا يعني مش ضروري مؤسسه، هيدا عم نحكي على افراد، يعني في يكون ماشي على الطريق، في يكون بسيارته، في يكون يعملوا له هيدا المحضر. اثنين سوا. أوكي. اذا عم يخالف المفرد والمجبر بده ينعمل له محضر اكيد، ينعمل له محضر، قلت له على القاضي المنفرد الجزائي، بده يطبق عليه الماده 770. هلا بدي اقول شغله هون، اغلب محاضر السير ما عم تروح على السجل العدلي الا اذا كانت كثير فائعه. لانه اليوم في محاضر اكيد بتنزل للاحكام على السجل العدلي، بس المخالفات الجنح الثاني اللي بتروح على المحكمه المخالفات اكيد بتنزل على السجل العدلي. هلا بدي اقول للناس خاصه اصحاب المؤسسات او اصحاب المولات او اصحاب النشاطات التجاريه الصغيره او المتوسطه او الكبيره اللي عم ياكلوا مخالفات اليوم، بدهم يديروا بالهم انه اليوم بده ينزل هيدا الاحكمه تنزل على السجل العدلي. هيدا اللي عم هيدا اشرف اللي عم يطلع له مخالفه. بس بدي خبرك شغله، انا بدعيك بعطيك كم رقم، واذا بدهم الجهات المعنيه بعطيهم كمان الارقام ل كثير مطاعم دليفري. بتعرف انت بيجبروا الناس على الخمسه يوقفوا دليفري، ما هيك؟ بتعرف قد في مطاعم فاتحه بترد وبترد عليك عادي وبتقول لك ايه اكيد فاتحين عادي. طيب انا اصحاب المطاعم اللي عم بيسكروا على الخمسه عم بيقولوا لي ليش نحن بدنا نسكر على الخمسه ونوقف رزقنا اذا غيرنا عم بيكون فاتح وعم يقدر يفتح؟ وعم بحكيك انا بعده مناطق، مش عم بعين بالمتن بجوني بالضاحيه بكل المناطق ببيروت بكثير مناطق هذا الشيء عم بيصير. طب ليه انا بدي اسكر واقطع رزقي وغيري بده يفتح؟ ليه كريم؟ خليني ضوي على مسألة. أول شيء هذا بيفتح الباب بمسألة حضور الأمن الفعال لكافة الأجهزة الأمنية. يعني اليوم ما بدنا نقول بس مطلوب من قوى الأمن، لا، بنعطي صلاحيات حتى للأمن العام، لأمن الدولة، لقوى الأمن الداخلي، لجيش لبنان. اليوم موضوع انتشار الحواجز اليوم بشكل كثيف كمان بيخلي الناس شوية ترتدى، لأنه الناس طلعنا من مرحلة الاستهتار وفتنا بمرحلة الاستلشاء. يعني هلا أبواب الإقفال الرابع، احنا بمرحلة الاستلشاء. شفنا امبارح على شاشات التلفزي الناس عم تسبح، يعني انا بدي اقعد بالبيت احط كمامتي وانا عم بدي التزم، وغيري بده ينزل على الطريق، وغيري بده يفتح، وغيري بده يبعث دليفري، وغيري بده ينزل يشم الهواء على الكورنيش. لا، انه هاي الضوابط بدها تكون على كل الناس او ما تكون. انا بشكل عام انا كنت مع رايك انه انا مع قرار وزير الصحه، مع الاقفال الحديدي، مع الاقفال التام الشامل القاسي جدا جدا جدا. هيدا نضل بالتقسيط اولى وثانيه وثالثه مرحله فيلو وخامسي وسي، ما رح نوصل للنتيجه. حنشوف شفنا هالمشاهد امبارح، مثل ما شفنا هالمشاهد على باب المستشفيات، هلا حنشوف المشاهد بالبيوت، حصول يجي الصليب الاحمر يحكم بالبيوت. انا مع الاقفال الحديدي، انا مع الاقفال الشامل مثل ما قال وزير الصحه. وهيدا التخبط بالقرارات الوزاريه، وزير بده نص اقفال، وزير بده ثلاث ارباع، وزير بده ثلثين، وزير بده ربع، ما بيصير. نحن هيدا التخبط وزاري لازم نطلع منه، لازم نوصل لمرحله حاله من الطوارئ القضائيه والامنيه والصحيه، نطلع من هيدا الفولكلور اللي عم ينعمل على الشاشات انه كل وزير بيصفح شكل، رئيس لجنه الصحه النيابيه بيحكي شيء، وزير الصحه بيحكي شيء، وزير الداخليه بيحكي شيء. يا اخي توحدوا على صحه الناس، اذا مش توحدوا بالسياسه توحدوا على صحه الناس، حرام حرام. لانه ليك بدي اقول شغله، لا تنده ما في حدا ما رح يتوحدوا على صحه الناس. وزير الصحه اللي انا كثير بحترمه وبشدد دائما على انه هو زلمه وحكيت الشريف حقيقه مثل ما هي، عم يحكي بموضوع المفرد والمجلس انه بتساهم بانتشار الوباء. يعني فتنا نحن على الماده 604 من قانون العقوبات اللبناني. طيب كيف ما وزير الصحه عم يحكي شيء، وزير الداخليه عم يحكي شيء، وزير السياحه امبارح عم يحكي شيء، امبارح عم يقول انه الفانات بدها تنزل 12 شهر. طيب نحن باي مرحله حنصير؟ حنصير المرحله العاشره ولا فتنا كمان بموضوع الوباء الصامت؟ يعني هلا جينا على مرحله خامسه بنقول نحن اقفال تام 10 ايام او 20 يوم. طيب شو ناطرين نحن؟ هيدا التخبط والعشوائيه بالقرارات عم تضر. هيدا بفرجيك هيدا بفرجيك كيف تحل الامور بلبنان. هيدا اكزامبل واضح، مثل واضح، عم بتشوف تداعياته على الارض كيف تحل الامور بلبنان. مشان هيك وصلنا انه وديعنا طايرت، مشان هيك وصلنا بالفساد لهون، مشان هيك وصلنا انه ما في قطاع عنا ماشي حاله لانه كله مهتري وكله مسروق وكله مضروب. هيدا اكزامبل كيف بتدار الامور، عم بفرجوك اياها، ها واضحه. هيدا ما بقى يفيد، هيدا ما بقى يفيد، محضر ما بقى يفيد. بدها الناس يكون عندها وعي كثير عالي وكامل،
هيك نضل نحن الناس مستهترة ومستلشقة كمان. هيدا كمان هيدا بفوتنا على محل كتير كتير مضر بصحة كل الناس. يعني إذا واحد منه سائل عن صحته كيف بده يسأل عن صحة باقي الناس؟ يعني امبارح اللي شفناه منظر منظر كتير بشع عن عضل البحر، عم يعملوا برونزاج على البحر والناس قاعدة بالبيوت. ايه ما في أسأل من هيك بقى سوري. يعني وين حضور القوى الأمنية؟ هلأ أنا مع انتشار شامل للقوى الأمنية كافة الأجهزة، انتشار على كافة الطرقات وتسطير محاضر بالعشرات وبالمئات وبالآلاف لحتى الناس ترتدع. هلا بدي لك شيء، بدي فوت بس على بعض مسألة كمان بتضوي عليها، بمسألة إنه إذا واحد بده يكرر المخالفة لشريان بقانون السير الجديد 43، إذا أنا بدي أحكي عن ليش السجل المروري، السجل المروري للمواطن لكل سائق مخالف عم بقرأ بالمادة 405 إنه إذا القاضي اليوم بده يوصل لمحضر المخالفة أكيد هيدا 401. ليش عندنا اليوم شيء مركزي نحن إذا قاضي بده يشوف بالملف إذا مخالف كانوا سائق أو كانوا مواطن عادي على الطريق أو كانوا مؤسس إذا عنده تكرار؟ ليش عندنا نحن سيستم اليوم بيأكد اليوم أو بيخلي القاضي يقتنع أنه هيدا المخالف ارتكب مخالفة أولى وثانية وثالثة؟ ما عندنا هيدا النظام لحتى نحن نتشدد بإصدار الأحكام الجزائية، لأنه اليوم في قرار جزائي بده يطلع، في قرار جزائي لازم ينزل على السجل العدلي، لازم يطلع اليوم يدفع الضبط يتوجع لأنه هو ارتكب مخالفة خالف وأضر غيره كمان. طيب تبليغ، فينا نبلغ نحن كمواطنين عن ناس مخالفين صح؟ صح، بس هل قاعد بالبيت كيف بده يبلغ؟ هل قاعد بالبيت وعامل إجراءات ضوابط صحية كيف بده يبلغ؟ بده المواطن ماشي على الطريق إذا كان عنده الجرأة بده يعمل، بده يدق على 112 أو بده يدق على الرقم الساخن تبع وزارة الداخلية أو وزارة الصحة ويبلغ. بس يا أشرف في قصة المحسوبيات بالبلد اللي نسيها أنت اللي هي كتير مهمة. يعني أنا فاتح لأنه أنا فلان دعمني وهيدا الحزب دعمني وهي الجهة السياسية دعمتني، وهيدا بيصير المواطن يخاف يبلغ ما يقوم هيدا الشخص يأذيه. أي صحيح، أي صحيح، ما في أحكي شيء بالموضوع لأنه أكيد اليوم في ناس عم تتهرب من موضوع الإقفال. في ناس بتسكر الكراج نص تسكير أو محلة بتسكره بترجع تفتح بالباب الخلفي. طب هيدي الناس كيف بدنا نراقبها؟ إذا ما في أجهزة فعالة من شرطة سياحية ومن فصائل درك ومن استقصاء ومن جيش وقوام، طب كيف بدنا نراقب هاي الناس نحن؟ كيف بدنا نعمل ميزان على الكل؟ إذا بدنا نعمل ميزان على ناس وناس أكيد الناس بدها تتفلت من الطوارئ، واللي بيشوف جاره أو بيشوف غيره مش عم يلتزم أكيد بده هو ما يلتزم بالأولين. برجع بقول الحضور والانتشار الفعل على الطرقات وعلى كل، بعدين ما ننسى كمان دور البلديات، نحن بنروح على بالي دور البلديات، الشرطه البلديه واتحاد البلديات كمان، مش بس بدنا نحط الحق كمان على القوى الامنيه والاجهزه الامنيه، دور البلديات وين كمان اليوم؟ هلا بالقرى وبالبلدات البعيده وبالارياف، مين عندهم صلاحيه البلديات؟ عندهم صلاحيه يوقفوا اكيد ضابط عدليه، ضابط عدليه كله بحق له يعمل محاضر، كله بحق له يعمل محاضر، كله بحق له يعمل محاضر. أوكي. بدي أقول بعد شغلي بس حتى ما يخافوا بس إنه يخوفوا بوجع صار المحضر 401، إنه هذا المحضر في ناس يمكن تستلشق فيه، لا هذا ما فينا نستلشق فيه. أدى قيمته؟ أدى قيمته؟ ل600,000 حده الأقصى. أوكي. وعندك 3 أشهر حبس. وبينزل على السجل العدلي. إيه بدي ينزل على السجل العدلي، هلا في ناس يمكن تستلشق تقول لك إنه أعمل لي محضر ما بدي أدفعه، لا إذا ما عمل له محضر بصير بده يروح على المحكمة يطلع في قرار غيابي بعدين بده يروح يعترض عليه ضمن مهلة 10 ايام من تاريخ تبليغه واجراءات طويله. يعني الناس ما تستخف في المحضر 401 ابدا، هل يمكن الناس مش سمعانه بالمحضر 401 حتى تسمع، لنقول انه المحضر 401 هو شبيه للمحضر 302 بس انه هيدا اداري و302 هو عدلي قضائي، يعني هيداك بس يفتح محضر باشاره النيابه العامه، اما هيدا هو هيدا مباشره بيروح على القاضي المفرد الجزائي، وهيدي جنحة أكرر هيدي جنحة وليست لا مخالفة بسيطة ولنا 50,000 ولنا 60,000، هيدي جنحة وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما نوصل لمحل بالإقفال الخامس نبلش نحكي بجنيات. المحامي أشرف الموسوي شكرا كثير لإطلالتك اليوم، بقيت نهار ممتع داخل منزلك. يعني أنا رح ضلنا عيدها لهالجملة، مش كرمال ضيوفنا كرمال الناس اليوم ممنوع التجول. أوكي رح نتوقف مع بريك من بعدها منكمل.
بسمع مني معنا دكتور سابين كرم لنحكي عن غسيل الكلى وارتباطه بفيروس كورونا. صباح الخير دكتور. بونجور، صباح الخير دكتور. يعني اليوم أول شيء بدنا أقول لكم يعطيكم ألف عافية لكل الجهود. هلأ يعني أنتوا الجنود إذا فينا نقول بهالمعركة الكبيرة اللي عم بيخوضها الشعب اللبناني ضد جائحة أطاحت بالعالم وبالبشرية، ومثل ما عطول بقول غيرت وجه الكون، يعني وجه الأرض والشعب على هالأرض. خبرينا دكتور أول شيء، خلينا نحكي شوي عن كورونا قبل ما ندخل بعلاقته مع مرضى غسيل الكلى. كيف عم بتواجهوا هلا هالفيروس وأعداد المصابين اللي عم يتوافدوا على المستشفيات بشكل كتير كبير؟ ولا عم بتصير الحالة صعبة جدا. يعني امبارح عشية كان عندي كذا مريض عم بيبروا من مستشفى للتاني وما عم يلاقوا مستشفى، كان وصل لي خبر انه عم يقعدوا على الطرقات قدام المستشفى معهم اكسجين، وبقلب المستشفى عم بيضطروا يحطوا ناس على الاكسجين باوضه منا مجهزه للاكسجين وما في مونيتور وما في شيء. الوضع مأساوي حقيقه. شو هن المضاعفات لا فيروس كورونا على الكلاوي بالتحديد، حتى لو الأشخاص ما عندهم إصابة بكلاويهم، يعني ما عندهم مشكلة بالكلاوي؟ الأكيد هو أنه عند المرضى المصابين بالكورونا الحرارة العالية بتعرضهم أنه يفضى جسمهم من الماء، وهذا الشيء ممكن يأثر على الكلاوي. الالتهاب بحد ذاته ممكن يأثر على الكلاوي. فيروس الكورونا في كمان مثل ما بيوصل على الرئة يوصل على الكلاوي ويأثر عليهم. بعض الأدوية بيكونوا المرضى عم يخدوها مثل أدوية مدر البول، بعض أدوية الضغط لازم تتوقف وقت المريض ينصاب بالكورونا، لأنه هالأدوية بحد ذاتها ممكن تأثر على الكلاوي. واللي بنعرفه كمان أنه المرضى اللي بينصابوا بالكلاوي من وراء الكورونا أكثر مرضى معرضين أنه يتوفوا من الكورونا. يعني عادة وقت ينصابوا الكلاوي وفي جزء كبير من المرضى للأسف بيحتاجوا للغسيل، هيدا علامة مش منيحة أبدا. كيف شو بيصير بالكلاوي؟ يعني إذا بدنا نبسطها، إذا واحد ما عنده مشكلة بكلاوي عادي وانصاب بكورونا، شو ممكن يكون تداعياته على الكلاوي؟ شو بيصير بالكلوي؟ بيصير من قلة الأكسجين ومن قلة الماء بالجسم، لأنه الحرارة العالية وهالمرضى كمان بيستفرغوا بيعملوا إسهال، ما بعود يوصل الدم مزبوط على الكلاوي وبيتعبوا الكلاوي، وإذا أشد ضغط المريض كمان هيدا الشيء بيأثر سلبيا على الكلاوي، وساعتها الكلاوي ما بعودوا يشتغلوا. اوكي، يعني بس كيف انت، لانك حضرتك قلتي لي انه ممكن يموتوا من وراء الكلاوي، كيف يعني؟ بتعرفي عاده المرضى بيموتوا من مضاعفات الفيروس على كذا عضو بالجسم. صح. اذا اثر الكورونا على الرواية ورجع اثر على الكلاوي، عندنا عدوين اساسيين للحياه بالجسم منصابين. وكل ما نصاب عدو بالجسم كل ما احتمال انه المريض يتوفى بيزداد. بنسميها اذا بدكم باللانجاج الطبي مالتي اورجن فيلر. يعني عندنا اكثر من جهاز بالجسم ما بقى عم يشتغل، وهيدا وبيصيروا ياثروا على بعضهم. يعني كلاوي ما عم بيشتغلوا بياثروا سلبيا على القلب وعلى الرويه. القلب ما عم بيشتغل لانه كمان عم نعرف انه الكورونا في ياثر على عضله القلب، ما بيعود يضخ الجسم، ما بيعود يضخ الدم مزبوط لأي أعضاء الجسم إن كان الكبد أو الكلاوي، وهذا بيأثر سلبيا على الباقي. يعني بيصير شغلة بتلحق شغلة، مثل يعني إذا الواحد بده يتخيلها بطريقة مبسطة، مثلا عمود بالبيت وقع، بقية الأعمدة بتبلش توقع واحدة ورا الثانية وبينهار البيت كله. صحيح. طب واللي كمان مهم هو انه دراسات فرجت انه اذا حدا عنده مشكله بالكلاوي
هيدا كمان بيعرضه أكثر من غيره أنه يتوفى أو يعمل سلبيات من وراء الكورونا، أكثر من حيالة حالة تانية بالجسم، أكثر من السكري، أكثر من الأمراض المزمنة التانية. شو لازم يعمل الواحد إذا كان عنده كلوي يعني ما بهن شي سلمين وانصاب بكورونا، شو أهم شي لازم يعمله حتى ما ينضربوا كلوي؟ لازم أول شيء يوقف كل الأدوية المنة أساسية لإله، أكيد أول شغلة يستشير حكيمه، وإذا عنده حكيم للضغط يستشير هذا الحكيم، لأنه أكثر أدوية ممكن تأثر هي أدوية الضغط وأدوية القلب، حكيم القلب لازم يستشيره ويسأله شو في وقف، إذا في حرارة عالية، إذا في إسهال قوي، إذا في استفراغ قوي، إذا كان عم بياخد مضر للبول، هالمضر للبول على الأرجح ما عاد ضروري ياخده لأنه عم بيخسر مي وملح بهالطريقة، والمضر للبول بيخليه يخسر مي وملح، وأهم شيء ما لازم يخسر مي وملح أكثر من اللازم، لأنه ساعتها بده يقشط ضغطه وكل الأعضاء بجسمه مش بس الكلى معقول تتأثر بهالهبوط بالضغط. لازم يشرب مي كتير، لازم ياخد سوائل، مي وملح مش بس مي، لأنه بعد مرة أهم شيء ما يقشط ضغطه زيادة عن اللزوم، واللي بيخلي الضغط عالي هو مش بس المي، هو الملح. هي المي ما فيها صوديوم؟ فيها لا؟ لا ما فيها صوديوم بكمية بتخلي الضغط مرتفع. أوكي. وما لازم ننسى أنه 50% من الجسم معمولة من مي وملح، دونك اذا الواحد خسر الماء والملح تلقائيا، كميه كبيره ماء وملح تلقائيا الجسم رح يتاثر سلبيا، وهيدا النقطه بشدت كثير عليها. ثاني شغله يعمل فحوصات عامه اذا قادر، فحص دم مش بس لعلامات الالتهاب بس كمان على الكرياتينين والمعادن بالجسم، لانه معرض انه يصير في تخربط بمعادن الجسم، الواحد لازم يتاكد من هالشيء. وإذا خف البول عنده دغري يستشير حكيم، لأنه قطع يخف البول هيدا علامة منا منيحة، وللأسف في كتير مرضى ما عندهم المعلومات بهالموضوع، أوقات بيوصلوا مرضى على الطوارئ بيكون صار لهم نهار أو نهارين خفف البول بشكل كتير مهم، وهن مش ملاحظين أنه هيدا الشيء خطر. أوكي. يمكن مش عارفين حالهم أنه منصابين، يعني الواحد لازم لازم الواحد ينتبه انه اذا البول عنده خف يعني هيدا علامه مش منيحه. طب لمرضى الكلاوي اللي بيعملوا غسيل للكلاوي، يعني هو اوريدي حمل كتير كبير عليهم، تروحي تقعدي بالمستشفى وقت لغسل الكلاوي، اذا انصابوا بكورونا قد ايه ريسك عالي يعني؟ هلا كمان ريسك اعلى من غيرهم، وللاسف مرضى الكلاوي معرضين اكثر من غيرهم، مرضى غسيل الكلاوي، لانه مجبورين يجوا على مركز الغسيل 3 مرات بالاسبوع بقلب مستشفى. مركز الغسيل هو اوضه مسكره، رح يتعاطوا مع غير مرضى، رح يتعاطوا مع الممرضات، رح يتعاطوا مع الجسم الطبي اللي كلهم هن معرضين كمان. لذلك كل مراكز الغسيل بلبنان هلأ عم بتجرب قد ما فيها تبعد المرضى عن بعضهم، مثلا نحن بالمركز عنا من بعضهم على قليلة 2 متر عن بعضهم، منطلب منهم أبدا ما يشيلوا الماسك بجلسة الغسيل، منطلب منهم ما يأكلوا بجلسة الغسيل لأنه وقت يأكلوا بينجبروا يشيلوا الماسك، وهيدا بيعرضهم وبيعرض غيرهم للخطر. كل مريض قديش وقت الجلسة دكتور؟ عادة 3 إلى 4 ساعات. اي نعم. ومشان هيك بهالايام الصعبه بالعالم كله زاد عدد المرضى اللي بيغسلوا بالبيت، لان في الواحد يسوي غسيل البطن بالبيت، وهيدا اعطت اهميه جديده لغسيل البطن. شو بس يا ريت بتفسري لنا شو يعني غسيل البطن؟ غسيل البطن هو منسميه بالانجليزي peritoneal dialysis وبالفرنسي جاليس peritoneal. هو نوع من غسيل ما انه جديد ابدا، عمره اكثر من 50 سنه، حتى بلش بركي قبل غسيل المركز، كنايه عن نوع من الاسطر بنحطه بالبطن وبنستعمله تنفوت خلاله نوع من مصل على قلب البطن.
هالمصل فيه سكر وفيه معادن. السكر بيشتغل مثل مغناطيس بيجذب له الرواسب الموجوده بالدم، والمي الزايده موجوده بالدم. بنترك هالمي بالبطن كم ساعه وبنرجع بنشيلها، بتكون فيها مثلا اذا فوتنا لترين بنشيل لترين و500، بنكون شلنا المي والملح زياده الموجودين بالجسم اللي المريض مش قادر يبولهم لانه عنده فشل في الكلى، وبنفس الوقت بنكون شلنا الرواسب وبنرجع بنحط مي جديده، وكذلك على 24 ساعه. هيدي نوع من طريقه غسيل الكلاوي إلى أفانتاج إنه المريض ما إنه مضطر يجي على المركز. أوكي. وما بيقشوا الضغط. وكل اللي عندهم مشكلة بالكلاوي فيهم يعملوا هالطريقة ولا لا؟ هي مبدئيا إذا الواحد كان عنده يعمل كذا عمليات بالبطن ما فيه. أوكي. في بعض الناس إذا كان وزنهم كتير زايد هيدا الطريقة ما بتكفي. إذا كان واقف عنده البيبي كليا أوقات ما بتكفي تتنظف الجسم. وبعدين لازم يكون المريض مستعد يعملها بالبيت. بلبنان للأسف عدد المرضى منه كافي اللي عم يعمل هيدا الطريقة، أول شيء لأسباب مادية. لأنه مرضى الضمان مثلاً، الضمان بيغطيهم 100% إذا عملوا غسيل المركز، بس بيغطيهم 85% لهالطريقة، وهيدا بيرجع لفرق يدفعوا المريض كل شهر لب 300 أو 400 دولار من جيبته. هيدا أكيد بيخلي كم مريض ما يقدروا يعملوها. تاني سبب، في كتير مرضى بيخافوا منها، بيخافوا أنه يفوت ميكروبات هن وعم يعملوها. مع كمان فيهم يلقطوا مثل ما بنعرف، يعني أول شيء الكورونا فيهم يلقطوا التهابات وقت يعملوا الغسيل بالمستشفى. تالت سبب كمان للأسف هو أنه الطبيب ما عنده أي تغطية لهالطريقة، دونك ما بيقبض شيء من الدولة، وهيدا شيء مؤسف. وكنا عم نشتغل باللابنيس سوسايتي، الجمعية اللبنانية لمرضى الكلى، على أنه يصير في تغطية للطبيب تنشجع هالطريقة تصير، لأنه نعتبر أنه كل مريض كلى لازم يكون له وصول لهالطريقة إذا هو بيحب أنه يسويها. صحيح، حرية الاختيار ينقي من بيناتهم. دكتور سابين كرم، شكرا كثير لوجودك معنا، يعطيكم ألف عافية. لكل عن جد هالإفار واللي عم بتحطوه مع المرضى ومع ولا مواجهتكم لفيروس كورونا، يعني مثل ما شايفين مشاهدينا فيروس كورونا مش بس أثر علينا وعلى حياتنا وعلى طريقتنا بالعيشة وعلى أولادنا وعلى المدارس وعلى، كمان له تداعيات كتير كبيرة على مرضى بيعانوا من غير أمراض، غير لهم كمان من يزيد التعقيدات على حياتهم وزيد الكومبليكيشنز على المرض اللي أوريدي هو عنده، المضاعفات على المرض اللي أوريدي هو عنده إياه، أو غير لهم طريقة علاجهم، لأنه ببقى الوصول إلى المستشفى أمر سهل، ببقى أنه نروح على مركز طبي أمر سهل، من دون ما نضرب حساب الخوف أنه ممكن نلقط هيدا الفيروس إذا رحنا. يعني في كتير ناس عم بتأجل، في كتير ناس عم بتخاف تروح. فيروس منه سهل أبداً، جائحة عن جد وجعتنا كتير، وجعت البشرية كلها، عن جد بتعيكم بليز من قلب هيك لهالناس انه تلتزم كرمال نقدر نقطع هالمرحلة من هلأ، لا يا رب هيك طعم يغير من اللي عم بيصير. رح ننتقل هلأ ليوميات ثورة. بيوميات ثورة معنا الناشط السياسي مارك داو. صباح الخير مارك. صباح النور، كيفك؟ نعيما أول شيء، أنا صار لي زمان ما شفتك. Thank you. نعم عليك. مارك استوقفتني، وطبعا الكتار اللي حكيوا فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي صار معك من فترة
كيف تركوا لك رصاصة على باب السيارة برسالة واضحة ليجربوا يقولوا لك أنه انتبه خفف أو وقف. وكان أنت التويت والتغريدة اللي غردتها يعني بتوصف اللي صار. بس خلينا أسألك أول شيء من الآخر، بلش من الآخر، وصلتوا لنتيجة عرفتوا مين؟ لا، رصاصة ما عليها بصمات بتاتا. وطبعا الباركينج بالبيت ما كان مجهز أمنيا بكل الكاميرات اللي بتقدر تجيب صور دقيقة، فما في معطيات أساسية. بيبقى في عم بيعملوا تحقيق بالدي إن إيه ليشوفوا إذا في حمض نووي متبقي بمكان ما على الرصاصة، ليشوفوا كيف على أساسها بيقدروا يتابعوا التحقيق. بس يعني لسوء الحظ ما بتخيل بيوصل كتير التحقيق، بس في بعض الخيوط يلي عم نتابعها مع القوى الأمنية. في 4 أو 5 أجهزة إجوا عملوا محاضر ودققوا، لأنه واضح أنه عملية سياسية من طار شخصي بيني وبين حدا يعني. طيب صدقاً ما خفت؟ صدقاً ما سمعت؟ ما خفت؟ بلا، بطبيعة الأمر أنه في كل الجيران والعائلة بالبنية كل أيتهم نرعبوا. هلأ ركبنا كاميرات وجهزنا حالنا أكثر، بس بطبيعة الأمر نحن عم نعبر عن رأينا وعم نواجه. كنا بالأول محميين بألاف من الناس بالشوارع، هلأ صاروا عم بيحاولوا يتصيدونا واحد وراء الثاني. بلشنا بالأول تهديدات سوشيال ميديا ومثبت وشتائم، بعدين تليفونات، بعدين هيك نصائح أخوية بطريقة أو بأخرى قاسية شوي، بعدين وصلنا اليوم نلاقي رصاص على سياراتنا نحن ونايمين ببيوتنا. فمبلا طبيعة الأمر، بس من الواضح أنه هيدي نتيجة لأنه عم نعمل شيء منيح وعم نعمل شيء صح وعم نعمل شيء صار يخوف. كرمال هيك بتصور لازم نشد حالنا شوي ونجرب نتابع قد ما فينا. بس هيدي منا بس رسالة لإلي بتخيل، يعني هيدي رسالة لكتير من الناس. ومبارح سمعنا خطابات، حتى الإعلام عم يتهدد بمظاهرات وتحركات شعبية ضده. يعني وين كنا الإعلام عم بيرافق التحركات الشعبية، لهلأ صار الإعلام بده يتهدد بالتحركات الشعبية. فمن الواضح أنه نحن بمواجهة، أنه هيدا البلد مصيره عم يتقرر اليوم، ونحن كلنا علينا نقرر شو بدنا نعمل بهذا الموضوع. بدنا نواجه ولا بدنا نتركهم يضلوا ماسكين هذا البلد؟ مارك، بس شو اللي انت عم تطلبه؟ خلينا احكي على الصعيد الشخصي، يعني انت كشخص شو اللي عم تطلبه لبلدك بيأذي؟ شو اللي عم تطلبه لبلدك في شر؟ شو اللي عم تطلبه لبلدك مش هو المزبوط والطبيعي؟ يعني شو الشيء الفوق الطبيعة وفوق إنه ليحطوا لك رسالة؟ شو عم بتطلب شيء مش هو طبيعي إنه نطلبه؟ هو إذا واحد طالب بالعدالة وبحقوقه بيكون بده يدين المجرمين، فالمجرمين بده يدافع عن نفسهم بطبيعة الأمر. ولسوء الحظ المجرمين هن المسيطرين على الحكم اليوم. فأنا ما عم بطلب شيء استثنائي أي مواطن تاني ما بيتمناه. الفرق انه نحن ناشطين على هذا الموضوع على الارض ومع الناس وبالبيوت وبالزيارات وبالعمل الاجتماعي وبالعمل السياسي ومن خلال الاعلام. وانا ما بتخيل القصه انه واحد حط 4 أو 5 تويتات قاسيين خلص صار في قرار بالتدخل المباشر الامني فيه. انا برايي إلى علاقه بتطور نوعيه عملنا السياسي كثير اكثر من ما هي إلى علاقه بالمواضيع او ملفات او القضايا اللي بنطرحها. إلى علاقة بأنه صار في قبول لنا بين الرأي العام اللبناني، صار في حضور مع الناس، في دخول على البيوت وأحياء، وعمل مع بلديات وعمل مع مخاتير وعمل مع الجمعيات. أنا برأيي صاروا عم ينتبهوا أنه هيدي الثورة يلي كانت طفرة بالنسبة لهم هلأ صارت موجودة ضمن النسيج الاجتماعي بكل المدن بلبنان وبين كل البلدات. فالناس صارت بتعرف عن نفسها كثورة، وهول الناس اللي بيعرفوا عن حالهم كثورة وكلهم يعني كلهم
وعم بيعملوا المعركة اليومية، مش المعركة بس بالشارع أو بالتظاهر، بيعملوا المعركة اليومية يلي يوقفوا مع الناس ضد بلدية ولا يوقفوا مع الناس ضد تدخل سياسي ويرفعوا الصوت ويرفعوا دعوة ويتضامنوا. هول الناس صاروا جزء، صاروا تركيبة استراتيجيا خطيرة على هيدي السلطة، وعم بتتابع بضغطها كل الوقت كل الوقت وكل الوقت. والأبعد من هيدا أنه الرأي العام اللبناني أو الإعلام العالمي والمحلي وبالإضافة لكل المجتمع الدولي اللي عم بتابع صار ياخد رأينا. يعني الناس مثلي ومثل آخرين صار بيتلفنهم وبينحكى معهم بينسألوا رأيهم، ومثل ما حضرتك عم تعملي هلأ نطلعوا من وجه رأي عام ونشرح رأينا. فأنا برأيي هيدي خطورتنا صارت أنه نحن يعني منا بقى هامشيين بالحياة السياسية، صرنا بأساسها يعملوا اليوم انتخابات يعملوا بكرة انتخابات، صار في مكون صار في هوية سياسية قادرة تنفسهم بغض النظر عن تنظيمها. مارك، إذا فينا نقول بصراعك مع هيدي السلطة أنت وكل زملائك، بتطلع يمكن، ونحن التاريخ لازم يعلمنا، نحن مشكلتنا أنه التاريخ ما بيعلمنا، بتطلع باللي صار. أنا عم بسألك سؤال هيك يعني، هو الله يحميك يعني، بس أنه بتطلع باللي صار، بتطلع باللي مرق، بتقول أنه طب هول الناس ليك شو عملوا وخسروا حياتهم، أنا ليش مضطر أعمل هيك؟ كرمال مين وكرمال شو؟ ما في شي تغير، توصل لهالاعتقاد؟ لخصت كل الأحاديث بيني وبين عائلتي وبين أصدقائي اللي برا يلي كل الوقت بتلفنولي بيقولولي خي أوكي البلد بده مساعدة وبده شغل، أنت شو بعدك عم تعمل هنيك؟ روح ورجع تعا بعدين، ماشي الحال، ما رح يختفي لبنان، ما ضروري نخسر صديق أو يصير في هيدا التهديد ونضلنا كلنا على عصابنا. صراحة في من بيناتنا كلياتنا كل اللبنانيين بالأخير في مجموعة من الناس رح يكون عندها هيدا الإصرار وهيدي القناعة، وطالما عندهم هيدي القناعة أنا بشجعهم يمارسوا هيدي القناعة لأقصى الحدود اللي بيقدروا عليها. برأيي كلياتنا في عنا هيك هدف بحياتنا بحقق ذاتنا، وبنفس الوقت هيدي الأهداف اللي بتعطينا هيدا الزخم والرغبة بالحياة لأننا نعيشها. العمل السياسي يلي عم بشتغله أنا هو جزء من قناعة كتير راسخة عندي ومثابر عليها. أنا كنت عايش برا ورجعت على لبنان لا أشتغل سياسي، وعملت شغل هون وبعلم بالجامعة هون كرمال هيك، وبعرف في كتير ناس مثلي. أنا برأيي قد ما هول الناس بيقدروا يضاينوا وقد ما بيقدروا هول الناس يضلون يشتغلوا، كتير ضروري ندعمهم ونأيدهم، لأنه بدنا ناس مثل هول عم يضحوا بحياة شخصية أو مهنية أو غيره ليبقوا بالبلد ويعملوا المشكل بالنيابة عن كتير من اللبنانيين يلي عم بيتعذبوا. فأنا برأيي مثل الباقيين كلياتنا عنا مستوى من الضغط بنقدر نحمله، علينا نعمل واجبنا. أنا مقتنع باللي عم بعمله ومسابر عليه، وخايفين أكيد خايفين، ضارب 1000 حساب ضارب 2000 حساب. هلأ عم بحكيكي مش من بيتي، عم بحكيكي من بيت حدا تاني نمت عندهم بالويكند لأنه عم بغير شوي محلات. فكل الفكرة هي أنه نحن نتابع، لأنه غير هيك كل حياتنا بتروح كل بلدنا بيروح. الله يحميك مارك ويحمي كل هالشباب اللي عم يشتغلوا عن جد من قلبهم، ويخلي لك عائلتك، وإن شاء الله يا رب ما بيصير شيء هيدا أكيد يعني. مارك، عطول منحكي والشعب اللبناني بيحكي وعم وقع التواصل، منحكي شو ما بدنا، بس وشو بدنا منقوله بالعناوين العريضة المبهمة اللي يمكن لا تطبق على الأرض، لا تطبق بالمعنى بالفساد اللي أنت وصل له. ما هيك بدك تبلش تنظف، بدك تبلش تنظف بغير طريقة. شو اللي لازمنا؟ ولا بابا فيك تعمر، بدك تهدمه للهيكل من أساسه وترجع تعمره؟ طب ما بتخيل، عنا دستور كتير جيد وعنا قوانين مقرة كتير منيحة وعنا موظفين بقلب الدولة قادرين يشتغلوا إذا منشيل عنهم الميليشيات والتدخل الطائفي والزعبرة والغش والفساد. أنا برأيي كتير ببساطة نبلش نوقف بوجه الظلم، لأنه صارت العملية إجرام وبوجنا. يعني اليوم منا كتير معقد القصة، وين ما يشوف واحد ظلم يعلي الصوت عليه على تويتر بضيعته ببلديته
بنقابته وين ما كان، وكل الفرص عم تجي منها لحالها. يعني لما تجي انتخابات الطلابية شفنا النتيجة وين، لما تجي انتخابات بلدية ونقابية بكرة وبعدها نيابية شفنا النتيجة وين، ومن هلأ ليصير في انتخابات، لأنه ما هيئته رح يعملوا أي انتخابات بوقت قريب، علينا نضلنا نحن نطالب بحقوقنا بالخدمات. يعني أقله مثل هلأ عم نحكي عن أزمة الكورونا، سكرنا بالأول بالغلط بلا نفعة، ضربنا الاقتصاد، رجعنا بحجة الاقتصاد فتحنا على رأس السنة إنه ضربنا الصحة. هيدي السياسات لا بدها انتخابات ولا بدها غيرها، بدها ضغط كتير كبير إعلامي وشعبي وسياسي واختصاصيين على اللي ماسكين القرار اليوم يلي مش عارفين يحكوا مع بعضهم. فأنا برأيي هيدي الكلفة يلي نحن عم ندفعها إذا ما على كل نقطة من وعي رأي عام ومنتحرك ومنضغط، فهذا كل المطلوب. كل ما نلاقي غلط نعلي الصوت ونضغط عليه بالكبيرة والصغيرة وعبر المؤسسات الرسمية. فينا نغير؟ يعني أنا ليش عم بسألك هيك ماك؟ لأنه الفساد يعني فيد بمسكة الباب، يعني هالقد، يعني عرفت شو قصدي؟ شيء يعني شيء إذا بتطلع عليه مزبوط وبتفوت على تفاصيله شيء بخوف، مرعب. يعني كمية الفساد مرعبة. بفهمك 100%. كرمال هيك في مجال كتير كبير نحن لنشتغل، يعني حتى بالمحلات اللي فيها حروب بيوثقوا كل شيء عم بيصير، كرمال لما يجي نهار يقدروا يعملوا محاسبة وتاخد العدالة مجراها بيكونوا حاضرين لقلو. أنا بتقديري نحن كلياتنا عنا شغل نعمله. هلأ الدولة بأجهزتها وببرلمانها وبحكومتها وبرئاستها، رئاساتها كلهم كارثة. فكرمال هيك اليوم المواجهة لأسقاطهم أمر محتوم. أقوى منا لهلأ. منضلنا نطاحش، بضل يجي فرص وبعدين منقدر نتغلب عليهم إذا تنظمنا واشتغلنا وقلعنا أكيد. بس بالأخير إذا ما عملنا شيء جايين لينا واحد واحد وحقوقنا رح تروح. يعني أول شيء أخذوا المصاري بالبنك، اليوم ضاربين عينهم أنه بدهم ياخدوا أملاك الدولة من مؤسسات وهيئات وغيره. كنا بالأول عنا حقوق نحكي، امبارح تهددنا بأنه حتى الإعلام ممنوع يحكي. إذا نحن تراجعنا أو وقفنا نخانق ما بيبقى لنا شيء. فكرمال هيك منه خيار، هو واجب صار علينا أنه كلياتنا نتحرك لنقدر ندافع عن ما تبقى لدينا. الناشط السياسي مارك داو، يعطيك ألف عافية والله يحميك عن جديد ويخليك لعائلتك وبقية نهار أحد ممتع بتمنى لك. شكرا كتير مارك، مرسي كتير لك. عبالي أقول شغلة كمان للمشاهدين اللي بيتواصلوا معي كتير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يا ريت بنرجع بنحط مواقع التواصل الاجتماعي، التويتر والإنستغرام والفيسبوك. هلأ أنا أقل نشاطا أقل شيء على الفيسبوك، ما كتير بس تويتر وإنستغرام مبلا. Thank you. ياريت فيكن تبعتولي إذا عندكن فيديوهات أو ما بعرف إذا موثقين شي لمخالفين قرار التعبئة العامة، حتى نقدر نعرضن أحد الجاي بحلقة صباح اليوم. كونوا أكيدين إنه ما بقول مين، ما بيبين الاسم، بس إذا فيكن توثقوا لي هالمخالفات عن جد وتبعتوها، مش لنقطع برزق حدا ولا لنأذي حدا ولا نحن غاويين شر أبدا، بس لأنه هذا الشيء مش ممكن يستمر، لأنه مش ممكن كل شهر شهرين يصير في إقفال عام ونقعد ببيوتنا هيك منتقاصص وما نستفيد من شيء، لأنه حضرتكم ما عم بتتبعوا القانون وما عم تمشوا عبر يعني على القانون وعم تفتحوا عم بتزعبروا. فينا نقول يعني نحن مش مضطرين العالم اللي بتلتزم واللي بتقعد انه كل شهر شهرين يتسكر ببرزقه ونقعد ببيوتنا وما نقدر نظهر لنعمل هيك ابسط حاجاتنا بس انه انتو مش عم تلتزموا. فبدعي كل الناس اللي عم يحضرونا إذا فيكم توثقوا وتبعتوا لي على السوشيال ميديا. صار معنا نائب الصيادلي. طيب أوكي، من هلأ ليصير معنا نائب الصيادلي مباشرة عبر زوم، رح نتوقف مع بريك.
بضيف اليوم معنا نائب الصيادلي بلبنان غسان الأمين. صباح الخير نائب. صباح الخير لك كل المشاهدين. يعني الموضوع شو بيقولوا اللي ما عم يخلص قصة دواء بلبنان، وهلأ القصة عم تكبر وتزيد، وخاصة مع انتشار وباء كورونا بشكل كتير كبير بالبلد، عم ننزل في كتير أدوية مش عم نلاقيها بالصيدليات، وفي كتير أدوية أصلا ناقصة. شو صاير؟ لا في شغلات لها حل محلولة وشغلات لا. يعني بالنسبة لل أول شيء الكورونا، أدوية كورونا يعني في ثلاث أنواع من الأدوية بتنطلب. النوع الأول اللي هو الناس عم تاخذه، كل اللبنانيين عم ياخذوه على أساس إنه هيدا بيزيد المناعة عند الجسم، مثل فيتامين سي ودي وزنك وهالأمور هاي. هيدي المواد هي متوفرة، بس لأنه كل اللبنانيين صاروا بدهم إياها عم تنقطع بين وقت ووقت، بيجيبها المستورد ما بتضاين، يعني بتخلص بسرعة. مع انه هاي المستحضرات هي عباره عن مكملات غذائيه ومنها مدعومه من مصرف لبنان وفري برايسنج، ولكن ضغط عليها هائل كثير، بس منها علاج للكورونا. اثنين، النوع الثاني هن الادويه اللي بياخذها المريض اذا منصاب بالكورونا بس هو قاعد ببيته، يعني ضد الحراره ضد الوجع، هاي قبل ما يعني اذا وضعه ما بده مستشفى. هيدي الادويه بصراحه في عليها لغط كثير، يعني بعطيكي مثال مثل البنادول، كل الناس بدها بنادول. طيب في شيء ست اصناف نفس تركيبه البنادول باراسيتامول بالصيدليات. مزبوط. يعني الناس ما لازم تتمسك بس بالبنادول. طيب بس شو قصته البنادول؟ لان انا مثلا رحت على شيء ست فرماشيات عطوني صشيت بنادول، شو قصته انه ما عم يتلاقى هالدواء؟ منيح اللي طلع لك سشي. ايه لانه بتعرفي انت كل اللبنانيه بدهم بنادول، وبالتالي في ضغط مش طبيعي، يعني المستورد قد ما يجيب بنادول يوزع بالسوق عم يضل الناس بدها بنادول. بس انا عم بيقولوا لي الفرماشيات انه ما عم بيوقع المستورد تبع بنادول بالذات، ما عم بيوزع، عم يعطيهم بالقطاره. طبيعي، يعني انا ما بدي ادافع عن المستورد، بس انا عم وصف وضع يعني الصيدليات. طبعا لو الصيدليه اللي كانت تبيع 20 علبه بنادول باليوم، اليوم بتبيع 200، يعني كل الناس تبرو مع كل الصيدليات بدها بنادول وعم تحط ببيوتها بنادول. صدقيني في بنادول بالبيوت اكثر ما موجود عند الوكيل وبالصيدليات. طيب ما هالبنادول هذا انت لما تروحي على السوبر ماركت تقولي بدي كلينكس. كلينكس شو؟ كلينكس اسم تجاري مثله مثل البنادول، يعني بيعطيك فاين بيعطيك غير، في مليون نوع كلينكس. طب هو طب لما بيصير في طلب نائب على دواء معين، ليه ما يستورد هذا الدواء بشكل اكبر؟ سؤال حلو، لانه انا كمستورد بدي اخذ مثال مصرف لبنان حاطط لي ليميت قد ما استوردت السنه الماضيه بوافق لي على الدعم، لانه البنادول مدعوم على سعر 1500 ليره. يعني انا اذا كنت مستورد 200,000 علبة بنادول السنة الماضية، ما بيوافق للسنة على أكثر من 200,000، وبالتالي محدود ال 200,000 هالسنة، المطلوب 1,200,000 مش 200,000. فكيف منين بده يجوا المليون و200,000 إذا المصرف ما بيوافق لك إلا على 200,000؟ هيدي المشكلة. بس في شغلات نفس تركيب البنادول، يعني الصيدلي شو وجب الصيدلي؟ شو علم الصيدلي؟ أنه يقول له للمريض في هيدا الدواء نفس التركيب ونفس المفعول ونفس الشيء، بس نحن متمسكين، نحن اللبنانيين بدنا بنادول بنادول. مثل بروح على زرعتي قلت له بدي كلينكس، بس ما بيعطيك كلينكس، ما عادش في ماركت كلينكس، ما عادش يمكن موجوده، بس ما في مليون كلينكس. طيب نائب، في هيدي الادويه اللي هي للحراره ولهيك، هاي في بدائل لها متوفره. هلا وين المشكله؟ المشكله بالادويه بتاعت الكورونا للي بيكون نايم بالمستشفى، اللي اضطر يفوت على المستشفى. هون المشكلة. أنا هون بقول هيدي العملية بدها تنظيم أكثر، يعني المفروض استيراد هالأدوية هول اللي أول شيء يكون في كنترول على المستورد، بحيث إنه الأدوية هاي تنعطى للمستشفيات، يعني أول شيء نحجز كمية المستشفيات تكون موجودة بالمستشفيات، ممنوع بالمستشفى ما يكون عنده هالدواء. اثنين، تتوزع على الصيدليات.
هيدي المشكله. هسه هيدي الادويه ساعات مثل ما صارت تذكري انت الهيدروكسكلوروكين قالوا انه هيدا علاج للكوفيد 19، ما ضل هيدروكسكلوروكين، صنعوا بلبنان كميات كبيره، الوزير حجز اختي طلع الهيدروكسكلوروكين، معظم الدكاتره والعلم بيقول انه ما بيعطي نتيجه للكورونا، رجعوا بالرمديزيفير كمان انقطع وصارت بالسوق السوداء، وهلا اليوم ما حدا بيستعمله للكورونا. هلا اليوم يعني في مثلا مثل الازيتروميسين هو اللي عامل ضجه هلا، انتبيوتيك بيتاخد، هو مش علاج للكورونا ولكن بيحمي الصدر كانتبيوتيك عشان ما يصيبوا البكتيريا او غيره للمريض. هلا في بلبنان مصنعين بيصنعوا جينيريك منه، وهلا مثلا نزل اخر فتره بس عم بيسلموا الصيدليات قطعتين قطعتين، لانه اللبناني بس يسمع انه هذا الازيتروميسين بيعالج الكورونا كله بروح بجيب ازيتروميسين بحطه بالبيت. عندنا مشكلة كبيرة، عندنا أزمة كبيرة، يعني الصيدلي عن جد ما عادش قادر يتحمل هالضغط اللي عليه، يعني يوميا كان يفوت لعنده مثلا 200 مريض باليوم، عم يفوت 1500 مريض بيبرموا على كل الصيدليات وعاملين ضغط قوي كثير. في أدوية كمان اللي الدبريشن، يعني أدوية الكآبة الأعصاب، إيه كمان هيدي الأدوية عم تنفقد من السوق، يعني عندك البرينتليكس، عندك السيبراليكس، عندك كل هالفامي أدوية الكآبة كلها، اللي ثلاث أرباع الشعب اللبناني والحمد لله يعني أنه خلقانين هون عايشين عليهم لهول الأدوية، وهول الأدوية ما فيهم لعب، يعني إذا ما بتخدهم بيصير في مشكلة بالرأس، بإفرزة الدماغ، بي 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 بي. هول الأدوية اللي عم تنقص كمان هالقد؟ لا اللي كل بزد لك عليهم أدوية الأعصاب مهدئات كمان. هول الأدوية، هول من الأدوية اللي صار عليهم ضغط كتير. أول شيء إجا وقت كانوا عم يتهربوا برات لبنان، وهلأ انضبط موضوع التهريب بعد الإجراءات اللي أخذتها الوزارة، وزارة الصحة بتعقب الدواء من تاريخ تصنيعه أو استيراده لوين وكميات اللي عم ينباع، وإذا في كميات عليها علامة استفهام عم يلحقوا الوكيل وبيلحقوا الصيدلي. هيدي خفت كتير. هلأ في الظاهرة الثانية اللي هي التخزين، بدي أرجع لك انه كل الناس عم تاخذ احتياطا، يعني نحن لازم نعترف بشغله انه الشعب اللبناني وصل على محل عايش بحاله قلق وحاله هلع طبعا، حاله خوف على المصير، وحاله طبعا انه ما عنده حدا عم يحميه، وبالتالي كل واحد صار بده يعتمد على حاله، كل واحد صار يركض بده يخبي ادويته ويحطها بالبيت لكميات، عامل حسابه انه الازمه طويله، وبالوقت اللي هو عم يطلع هيك ما عم بلاقي اي افق للحلول بلبنان، وعم بيلاقي كله حكي 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 وعم يضحكوا على الناس ومصيره مجهول. هذا الوضع بده حل، الحل هو الآتي، أنا بختصر لك إياه، الدواء لازم يتحيد، لازم يكون عندنا مسؤولين أو مستوى من المسؤولية إنه هذا الدواء يشيلوه برات البازار السياسي، برات بازار الضغط، برات بازار إنه بدنا ساعة ما نرفع الدعم. ساعة عندنا 800 مليون دولار بس لا يكفونا، نرجع بعد شوي في عندنا مليارين، هلأ مليارين عم بيقولوا لا المصرف ما عادش بده يوقف الدعم. الناس الآن الناس مش فاهمة وين رايحة، مش عارفة مصيرها لوين، هيدا سبب. يعني هلأ كانوا عم يحكوا على رفع الدعم عن الدواء، عن بعض الأدوية، هلأ بطل في رفع دعم؟ ما حدا عارف صدقيني، من أعلى مسؤول ونزلي تحت ما حدا عارف مصرف لبنان شو بده يعمل. طب شو هي حزوره، يعني شو عم نحرقس بعض، يعني عم نحرقس العالم؟ هيدا اللي انت عم تقوليه هو اللي سبب الحاله اللي نحن فيها، هي حزوره. انا عم اقول لك، انا بتحدى مسؤول بلبنان يقول حاكم مصرف لبنان عنده مصاري هالقد، حاكم مصرف لبنان بده يوقف دعم عن هالدواء، لا بده يخلي هالدواء. طيب مش قعدنا ثلاث اشهر اجتماعات لجنه وزاريه وزاره صحه ولجنه صحه نيابيه، والكل اعتمدوا على خطه لترشيد الدعم، وسائل الاعلام حكيت فيها، وينا؟ ايه وينا؟ لهلا ما في اي جواب، ما بعرف. قعدنا اجتماعات وهلكنا لنأمن لائحه بتأمن الامن الدوائي للمواطن. لليوم لا عارفين المصرف اذا
اعتمد ولا لا، لا رفض ولا وافق عليها، وصمت صمت الصمت الرهيب دي. يعني هلا يعني هون. يعني انتم هلا كصيادله ما بتعرفوا اذا الدواء رح ينرفع، وحتى التجار يعني صح ولا حدا؟ مش حتى التجار، انا ما بدي اسمي بالاسامي، عملك مسؤولين الدوله ما بيعرفوا. طب القرار بايد مين؟ جربتوا تتواصلوا تعرفوا شو القصه؟ جربنا. طب ما انا شاركت بلجنه الصحه النيابيه وباللجنه الوزاريه، كلنا بنتساءل شو يعني لجنه وزاريه؟ لجنه وزاريه عم بيسعى مجلس وزراء، لجنه الصحه النيابيه بتعرف شو يعني؟ بينسال سؤال، طيب قد ايه في مصاري؟ شو الخطه؟ قد ايه المصرف قادر يدعم لنعمل خطه تتناسب مع هالمبلغ؟ ما حدا عنده جواب. طيب لما الشعب اللبناني بيطلع على هيك واقع، شو بتطلب منه؟ انا مبلومون، انا مبلومون، بس كمان انا بقول حرام نحن نخزن دواء على حساب ناس مش قادره تشتري دواء. يعني باختصار الميسور بلبنان صار عم يشتري ادويه كثير وبخبي بالبيوت، واللي ما معه مصاري عم يقعد يبرم 100 صيدليه للدواء. الدواء هي يعني هي مشكله نقيب، اذا بدنا نختصرها هي مشكله الدواء بلبنان وما عم نلاقيه، هي مشكله تخزين بس ولا مشكله استيراد؟ ثلاث اسباب. اول سبب الرئيسي اللي هو بيشكل 65% من المشكله هو التخزين، وهذا طبيعي لانه الناس عندها قلق، وكل اللي معه مصاري كيف انا بشبهها، كيف الناس صارت هلا اذا بتقدر تشتري دولار وتحط ببيوتها الدواء مثل الدولار، دواء مدعوم على 1500 ليره والدولار 9000 ليره، يعني شو بدك اكثر من هيك؟ يعني اذا رفع الدعم مثل ما عم بيهددوا مثل ما عم بيقولوا، هلا الدواء بيصير حقه 7 مرات مش 5 مرات مثل ما كنا عم نقول، شيء طبيعي الناس تنزل تشتري دواها اللي بتستعمله. ليه ما في ازمه على بقيه الادويه؟ عندنا ازمه بس على ادويه الكرونيك، الامراض المزمنه، قلب وضغط وسكري والقصص، عندنا على الادويه اللي قلتيهم قبل شوي الاعصاب والمهدئات والاكتئاب، وبعد ادويه السرطان. ليه؟ لانه هول ادويه الناس ما فيها تستغني عنهم وبالتالي هجمت عليهم. هيدا سبب التخزين. السبب الثاني كان تهريب واللي خف كثير، بس اكيد ما في حدا يقول انه 100% ما في تهريب، ما حدا بيعرف، بس انه خف عن الاول نتيجه الاجراءات اللي اتخذت من وزاره الصحه. ثالث سبب وانا صريح، قد يكون في بعض المستوردين او الصيدليات عم خبين شوية دواء على جنب كرمال رفع الدعم، كرمال اذا رفع الدعم، مع انه هلا يأسوا يعني لانه ما مش مبين في صاروا عم بيبيعوا ويرجعوا، لانه الدواء بالاخر له تاريخ وله من الصلاحيه، ما في الواحد يخبيه كثير، عرفت كيف؟ هذا سبب ثالث. طب ما هو ثلاث اسباب لحالهم بيعملوا، صحيح. الرابع الاهم من هذا كله القلق، الهلع، الناس حرام 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 نتركها بالوضع اللي هي فيه. يعني انا بيجي عندي على الصيدليه رجل بيقول لي بدي هالدواء، بيروح بعد الظهر بتكون مدامتي بالصيدليه، بتيجي مرته بدي هالدواء، الصبح بتيجي بنته ثاني يوم، واخر شيء لما بتقول له ما اعطيناكم، لا ما عندي 3 علب بدي اياهم 4، هيك علنا يعني، وبيترك صيدليتي بروح على صيدليه ثاني وثالثه ورابعه، وعم يبربوا عم يبربوا على الصيدليه. نقيب الصيادله بلبنان غسان الامين، شكرا كثير لوجودك معنا، على امل كل هالامور تنحل قريبا.